الأهلي يهزم سيمبا 1-0 وهي نتيجة الشوط الأول. وزي ما قلنا قبل المباراة، مباراة النادي الأهلي ممكن يكسب المباراة حتى لو هو مش في أفضل حالاته. شفنا استحواذ لسيمبا، هو اللي كان مسيطر، هو اللي كان أكثر تهديدا للمرمى، ولكن النادي الأهلي عرف إزاي عن طريق خبرات لاعبيه إن هو يقتنص الثلاث نقاط ويفوز بالمباراة 1-0. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك يا كابتن، مبروك. شوط أول ولسه الشوط الثاني إن شاء الله. ألف مبروك، فوز مهم جدا للنادي الأهلي وجماهيره ومؤسسته كلها يعني. رغم الرطوبة العالية ورغم اللي احنا نوهنا عنه قبل المباراة إن احنا هنقابل صعوبات كتير في الملعب ده، أحسنها الملعب بصراحة، الملعب أرضيته بتساعد إنك أنت تقدر تأدي جيم كويس يعني. ولكن واضح جدا يعني ان الحاله البدنيه عندك متاثره تماما. واضح جدا ان التشكيل اللي انت لعبت بيه اول هاف تايم غير التشكيل اللي لعبت بيه ثاني هاف تايم. واضح جدا ان انت زمام الامور كلها في الشوط الثاني بعد التغييرات اللي احنا نوهنا عنها في بين الشوطين، حدثت فرق كبير جدا انك تقدر تستلم الكره في نص الملعب بوجود قفشه، بوجود سرعات طاهر محمد طاهر، بوجود رضا سليم، بوجود كهربا لما كان موجود، لو كان استغل كل الفرصه اللي جات له دي كان انهى المهمه كاملا، يعني ما اقدرش اقول المهمه انتهت. احنا تمنينا النهارده، انا قلت لك ان شاء الله هنكسب 1-0 النهارده. تعالى النتيجه ايجابيه. انا هي دي النتيجه بالنسبه لي الهايله. 2-0 كمان الاحسن يعني. ف بس كان لينا شكل تاني اوف تايم اللي احنا يا ريت يبقى من اول المباراه بهذا الشكل. ايوه. والبديل مواعد معايا، ولكن ان انا العب واحد راجع من اصابه زي حسين الشحات كويس وحمله في الضغوط دي وفي الجو ده مودست، اعتقد ان هو ما يبتديش المباراه اصلا يعني. كان مين معانا تاني في الهافتاي في بيرستاو من ساعه ما رجع من افريقيا وهو بيبحث عن نفسه، مش قادر زي ما يكون نفسيا هو مش قادر يجمع الاداء بتاعه القديم اللي هو كان كنت دايما اشوفه من ناحيه الجناح بيخش من بره ويروح داخل لجوه وبيفكر في التصويب او بيفكر في احراز الاهداف، بيفكر في التواجد جوه ال 18 ساعات. احنا يعني قلنا بيرستاو ده ممكن يلعب راس حربه. فهمتني؟ ايوه. فبرضه يعني مجهوده مش منظم. يمكن بيرستاو مع مودست مش هارموني، يعني مش ده الاثنين اللي هم تقدر تترجمهم مع بعض، او حسين الشحات ووسطيهم مودست مش قادرين يعملوا تفاهم، عايزين واحد اكتف شويه. لو وسام ابو علي موجود وكهربا موجود اعتقد بيبقى له التاثير الاقوى في المنطقه دي. واضح كمان الاجهاد اللي موجود على لعيبتنا اللي لعبوا في منتخب مصر. عشان كده بفكر النهارده في مروان عطيه انه يريح شويه. عمرو السوليه فوق الحقيقه، فوق طاقته النهارده، انا سعيد بيه جدا يعني. محمد هاني والاداء بتاعه هو علي معلول رغم الرطوبه اللي حصلت دي، ونجم المباراه طبعا مصطفى شوبير بالنسبه لي. لعيبه ادت المهمه وادت المطلوب منها ورجعت بثلاث نقاط مهمين جدا للدور اللي بعده. صحيح. عندنا في مصر هنا ان شاء الله في الجو بتاعنا بجماهيرنا اللعيبه كلها تبقى اكتملت اللياقه البدنيه بتاعتها، والتوفيق بقى من المدير الفني انه يبتدي زي ما انتهى هنا. ايوه. يعني زي ما انتهينا هنا نبتدي بقى في المباراه اللي جايه باذن الله. باذن الله. فالف مبروك، وانا سعيد لجماهير النادي الاهلي اللي النهارده كانت يعني متخوفه من بعض الاصابات اللي مش موجوده وبعض الغيابات، ولكن بنذكر بعدنا دايما ان الاهلي الحقيقه بما حضر. صحيح. كابتن اسامه مبروك، النادي الاهلي تغلب على سيمبا وتغلب على الاصابات والاجهاد وحراره الجو والظروف اللي كانت محيطه بالمباراه. ما فيش شك طبعا، مبروك لكل منظومه النادي الاهلي. نتيجة تعتبر كبيرة انك انت في ذهاب وعودة بتكسب خارج ملعبك 1-0، ولكن احنا قلنا ان المباراة دي بتعتبر شوطين. صحيح. شوط 90 دقيقة هناك وشوط 90 دقيقة ان شاء الله تاني في القاهرة، وقلنا الماتش حتى لو النتيجة ما خلصتش كده مش هيبقى محسوم الا غير في المباراة التانية. صحيح. سواء الاهلي كان كسب، سواء الاهلي كان اتعادل، سواء الاهلي كان خسر، سواء هم كانوا كسبوا، يعني اي نتيجة قلنا المباراة التانية هي اللي هتحسب، وده الواقع. هي صحيح النتيجة دي
نتيجة مهمة وهتعمل ضغط على سيمبا وهتدي لك انت اريحية، ولكن لسه برضو الامور لم تحسن بعد. لم تحسن بعد. النهاردة يعني انا بعتبر ان مصطفى شوبير سبب رئيسي انه النتيجة تطلع بهذا الشكل. وطبعا في اكتر من لعيب بذل جهد كبير، ولكن مصطفى شوبير كان سبب كبير. من نجوم المباراة، ما كانش نجم المباراة. نجم المباراة من وجهة نظري لما نيجي نتكلم عن نجم المباراة، مع كمان الحمد لله رعونة وعدم اتقان بالنسبة للعيبة سيمبا في انهاء الهجمات، لان هم اتخلق لهم فرص كتيرة جدا، وانت ايضا اتخلق لك فرص كتيرة جدا، انت قدرت تستغل واحدة. وكان ممكن لو قلنا لو لعيبة نص الملعب كانت مسيطرة على اللعب شوية الشوط الأولاني، قلنا بنفقد الكرة بسهولة قوي. لو الكرة بتروح مظبوط لبيرسي تاو وحسين الشحات ومودست وسيطرة على وسط الملعب، كان ممكن توصل للجون كتير، وده حصل في الشوط الثاني بعد التغييرات. صحيح. يعني لأنه فرقة سيمبا بذلت جهد كبير قوي في بداية الشوط عشان تتعادل، ابتدى يحصل تعب وتراخي قال له بدنيا، وكمان مع تغييرات اللي حصلت بنزول قفشه وطاهر ورضا سليم وعملوا حيويه، عملوا حيويه ونشاط. فالشوط الثاني الى حد ما الشكل تحسن افضل من الشوط الاولاني، ولكن انت خدت يعني انت عرفت من اين تؤكل الكتف واستغليت فرصه من الفرص اللي جات لك. وزي ما قلت لك انه شوبير كان عامل كبير انه النتيجه تطلع كده، والحمد لله برضو في رعونه واستعجال كبير جدا من فرقه سيمبا في انهاء الهجمات. هم بيستحوذوا وبيسيطروا في نص الملعب، ولكن ما عندهمش الاتقان والدقه في التلت الاخير. هاني النهارده انا عاجبني من اول الشوط، من اول الماتش يعني، من برضو من نجوم المباراه اكتر من لاعب يعني. ما تخلصش الكلام كله، لسه هنتكلم. كوكا بذل جهد كبير. يعني انا في ناس بذلوا جهد كبير، لكن هي النتيجه الحمد لله مرضيه، وان شاء الله عقبال الماتش الثاني ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل مبروك، فوز غالي. النادي الاهلي حقق الهدف النهارده من المباراه. انت عارف مدرستي. صحيح. لسه بدري، لسه الامور لم تحصل. انا ماليش دعوه بال ده، شوط اولاني مظبوط، وخلص الشوط الاولاني وتخطيت التعب وتخطيت المباراه المنتخب واللعيبه وايجاد اللعيبه واصاباتك، ولكن كره القدم لا تعترف بالشيء ده. احنا بنعترف بحاجه واحده، لما الحكم يصفر الشوط الثاني هنا واحنا وصلنا اقول لك مبروك. مظبوط. انت شوط اولاني اديته كويس نتيجه، وتخطيت كل العقبات اللي كانت موجوده عندك، لعبت انا من وجهه نظري ماتش كبير النهارده للنادي الاهلي. ليه؟ علشان الظروف اللي انت فيها. يعني اكتر انا شخصيا كنت وقبل الاستوديو يا كابتن قبل الشوط الاولاني قلت لك انا اتمنى اطلع متعادل، يعني علشان الظروف المحيطه بالمباراه، ولكن انت اديت اداء كويس، اللعيبه ده معدنها. وانا بقول حاجه مهمه جدا، النهارده النادي الاهلي اللي عمله ده بروح النادي الاهلي. صحيح. شخصيه النادي، بشخصيه النادي الاهلي، بقوه النادي الاهلي وفلنه النادي الاهلي، اللي هي اللي انت عاوز اقول لك هو ده السر. يعني سرك في روحك، في لعيبتك، رغم الاجهاد رغم التعب، ولكن قدرت ان انت تشتغل تكتيكيا كويس، قدرت ان انت تنجح تخطي تساير المباراه بلغه كره القدم. انت سايرت المباراه كويس، تطلع باللي انت عايزه ولكن ده شوط اول، لسه الشوط الثاني. انا لو كنت كسبت هناك 5 كنت لسه برضه هقول لك نفس الكلام. انا بشوف المدربين. ما هو يا كابتن ايمن في حاجه مهمه، كره القدم لا تعترف الا بالنتائج. صحيح. احنا ادينا شوط كويس، ان شاء الله الشوط الثاني مش هيكون اقل اهميه من الشوط ده، ننزل المباراه والنتيجه 0-0 في المباراه اللي هنا عشان نخلص. ما دي سمه الفرق الكبيره. سمه الفرق الكبيره ولا بتفرح قوي ولا بتزعل قوي، فانت
خلاص احنا تخطينا شوط اولاني، ان شاء الله نستنى الشوط الثاني ونستنى لاعبتنا برجوع اللعيبه اللي هي هتكون ان شاء الله ترجع من الاصابات. بص هو الماتش الثاني بعد اسبوع كابتن، تذكر انك انت في اخر رمضان تذكر انك انت الباور بتاع اللعيبه، تذكر ان اللعيبه اجهدت كتير قوي. حاطين لك حاجه في وسط الماتشات دي؟ لا 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 مفيش، احنا كان فيوتشر اتاجل. خلي بالك يا كابتن ايمن حاجه مهمه جدا، انت الفرق اللي بتلعب على كذا يعني بطوله وبتخرج من أجواء من اجواء الاجواء، وبعدين انت مش فرقه عندك واحد في المنتخب ولا اتنين، انت عندك الفرقه كله الفرقه كلها، لانك في حتى اللعيبه المحترفين عندك كلهم لعيبه منتخب. صحيح. بيروحوا منتخباتهم وبيسافروا وبيروحوا وبيرجعوا، فكان الاجواء كلها بتقول في الظروف دي انك انت لما تطلع بالشوط الاولاني بالشكل ده نقول مبروك، ونستنى المبروك بقى الاكبر انك انت تتخطاهم هنا، والنتيجه 0-0 لسه. صحيح. ولا المباراه دي اتلعبت اصلا، المباراه الفاصله هنلعبها في القاهره ان شاء الله يوم الجمعه الجايه، نتمنى من لاعبتنا ينسوا النتيجه دي خالص يرموها بره واللي جاي، لانه الموضوع مش سهل يعني. طيب كابتن بلال مبروك، فوز زي ما قلنا في بدايه المباراه كنا نتمناه وقد تحقق. احيانا البعض يقول لك الاهلي يضع قدما في دور الثمانيه، ولكن ما بنحبش نقول كده قوي علشان اللعيبه ما يسرب لهاش حته ان سهوله الماتش الجاي، ولكن الاهلي هو اللي ليه الافضليه دلوقتي، الامور اتصعبت بعض الشيء على سمبا. ايوه بس يعني هو انت قلت او ما قلتش اللعيبه عارفه ان هي كسبانه 1-0؟ مظبوط. ده معناه ان الثقه هتبقى اعلى بكتير جدا. بالظبط. ده معناه ان الضغوطات مش هتبقى اعلى عليك المباراه اللي جايه. ماتش على ارضك. تمام، مباراه على ملعبك في وسط جمهورك، الاستعداد هيكون افضل. خد بالك انت عندك نقطه كانت يعني مقللاك شويه النهارده بدنيا، هو المباراه بتاعت المنتخب. صح. والسفر اللي بعديها على طول. مزبوط. يوم المباراه كانت 26، سافرت 27، بتلعب 29. صح. فدي ممكن تكون اثرت عليك النهارده بدنيا في المباراه، ولكن قدرت ان انت تكسب. فده يعني ده معناه ان انت فعلا حقيقه حطيت رجل واحده، خد بالك، في الدور الاربعه، ولكن انت لسه لم تحسم الامور. انت لسه لم تحسم 1-0، برضو نتيجه حلوه ورائعه جدا جدا جدا، لكن مش النتيجه اللي تعدي بيها. صح. خد بالك انت النهارده الفرقه دي ضيعت 5-6 فرص. مظبوط. تمام، مش هتكلم على مباراه النهارده ولا 6 فرص، هرجعك للمباراه اللي لعبناها في الدوري الافريقي هنا الناحيه دي، كانوا كسبانينك 1-0 لحد الدقيقه تقريبا 80 او 82 او 85، وانت تعادلت وصعدت بفرق الاهداف. ايوه. فالنهارده لا، المباراه اللي جايه مباراه مش سهله. الفرق الافريقيه في الاوقات الاخيره بتلعب بره ملعبها كويس. ليه يا كابتن ايمن؟ لانهم بيدافعوا كويس، وخد بالك هو بيلعب على امل. الامل ايه؟ جول. الامل جول. يدافع كويس، هجمه مرتده، سرعات، كروس، ركله ركنيه، كوره فاول على ال 18، كروس يتلعب عرضيه، المباراة ممكن تتحول بشكل كبير. كسبت النهارده الحمد لله، وده مكسب رائع جدا وكان مهم جدا. خد بالك توقيت المكسب النهارده اكثر من رائع، اكثر. صح. من رائع. صح. ليه يا كابتن ايمن؟ لما تبقى انت تعبان، لما تبقى مجهد، لما تبقى رايح مباراة مش مستعد 100%، وبعدين تروح تكسب الماتش ده حتى لو باداء اقل من الاداء المتوقع، فده بالنسبه لك انجاز كبير جدا جدا جدا. ليه؟ لان انت عندك خلاص مساحه انك تشتغل، عندك مساحه انك تستريح، عندك مساحه ان اللعيبه يعني تعمل ريكفري بشكل جيد، عندك مساحه ان المدير الفني يقدر يشتغل مع اللعيبه، لانه ما كانش عنده الاوبشن ده، ما كانش موجود قبل الماتش. انت عندك 5-6-7 لعيبه كانوا في المنتخب وانت بتشتغل عليهم، فما قدرتش تشتغل او ما قدرتش تفرض اسلوبك او التكتيك بتاعك، او ما قدرتش تشتغل مع اللعيبه بشكل كبير، فده ممكن يكون اثر برده على المدير الفني داخل الملعب النهارده. لكن المباراه اللي جايه عندك وقت كويس، تقدر تشتغل بشكل كويس، تقدر تحفظ اللعيبه. النهارده انت قريت سيمبا بشكل كويس، فرقه بتلعب كره كويسه على الارض، عندهم سرعات في الحته اللي قدام، بس عندهم مشاكل في الخط الخلفي كتير، عندهم مشاكل كبيره، بس هم مش هيفتحوا ماتش العوده لسه. انا هقول لك المشاكل اللي هتلاقيها موجوده. زي ما خد بالك انت مباراه 1-1 هناك، 2-2 هناك، كان عنده نفس المشاكل. مظبوط. لكن مباراة 1-1 هنا ما قابلتش المشاكل دي. صح. لانه كان جاي منظم، كان مقفل. مظبوط. خد بالك مقفل بشكل كويس، فقدر ان هو يلعبك جيم دفاعيا الى حد ما معقول. سجل الهدف الاول، وانت بدات تدور على هدف التعادل عشان تصعد. فالمباراه في القاهره هتكون انا من وجهه نظري الشخصيه هتكون مباراه حلوه للفرقتين. الاهلي هيلعب من مباراه كويسه جدا، وهم ممكن يعملوا مباراه ك
كنوع من انواع لعب الكوره كويس، هم بيلعبوا كوره كويس، هم مش فرقه، مش الفرقه اللي بتضرب وبتلعب بشكل يعني مندفع. أيوة. تمام، او بتدور على الخناقات في الملعب، لا ما بتعملش كده. هي فرقه بتلعب كوره كويسه على الارض، فرقه امكانياتها معقوله، مش الامكانيات برضو اللي تخضك. الفروقات لو انت في حالتك الجيده، لو انت فايق، لا تعمل جيم كويس على الفرقه دي بشكل وتبقى شكلك في الملعب رائع جدا جدا جدا. خد بالك انت برضو كابتن شريف قال حاجه مهمه، قال لك او كابتن عادل قال لك انت برضو الصيام مؤثر عليك. خد بالك يا كابتن ايمن، طبعا الموضوع مختلف تماما لما بتلعب في ظروف غير ظروف رمضان او الصيام. اكيد المردود البدني هيبقى افضل من كده بكتير جدا، اكيد التركيز هيبقى اعلى من كده بكتير جدا، لكن خلاص انت في وضع انت موجود فيه في الوقت الحالي، فانت بتاقلم نفسك على الوضع اللي انت موجود فيه في الوقت الحالي. انت بتلعب في رمضان خلاص، بتلعب بعد الفطار، عندك 4 ساعات، انت صايم طول، ما فيش مشكله، خلاص انت خلاص اتحطيت في الحته دي. وانت كنادي اهلي اكيد قد الظروف دي، واللعيبه عارفه كده كويس، اللعيبه عارفه كده كويس، وفروقات الامكانيات يا جماعه فروقات كبيره جدا 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 جدا، وهتلعب في وسط جمهورك والامور هتبقى افضل من كده بكتير جدا. والملعب النهارده شوف ملعب يعني برضو غرقان ميه، الكوره ما بتمشيش فيه بسلاسه، وهم برضو بيلعبوا في وسط ملعبهم، عندهم قوه، عندهم دوافع كبيره جدا، عندهم قوه دوافع كبيره جدا. جمهور ملان الاستاد زي ما انت شفت، اعتقد في ماتش تاني غير ماتش الاهلي ما اعتقدش ان ممكن يكون الجمهور ده بالشكل ولا بالطريقه دي. النهارده الاستاد يعني فل، مليان على الاخر عشان بيلعب برضو النادي الاهلي. فانت هي دي ظروفك كنادي اهلي. المباراه اللي جايه يا جماعه مباراه مهمه جدا جدا مع فرقه فيها بعض من الاداء التكتيكي الجيد، لكن برضو فيها عشوائيه كتيره جدا. حتى خد بالك في الحته الهجوميه، انت في الحته الهجوميه انت احنا بنشوف حاجات يعني مش طبيعيه، يعني ممكن الكره تتشط وترقص تلاقي باص، ممكن لازم الكره تتباص تلاقي شاط، يعني بتشوف حاجات مختلفه شويه عن الاداء الطبيعي بتاع الفرقه او الاداء الطبيعي بتاع اللعيبه اللي عندها كره وامكانيات ومهارات عاليه. لا، ولكن هم فرقه بيعرفوا يستوعبوا، بيعرفوا يوصلوا، بيلاقوا بعضهم في الملعب، بيلاقوا بعضهم في الملعب. صحيح. الماتش هيبقى سهل هنا في القاهره؟ ما اعتقدش انه بقى سهل هنا في القاهره المباراه، يعني برضو نتيجه 1-0 حلوه ومطمئنه، وتدي يعني تخلي الجمهور يبقى مبسوط وراضي، وانت عندك ثقه في نفسك بشكل كبير، ونازل المباراه ما عندكش ضغوطات، وهو اللي عنده ضغوط. ولكن الفرقه دي مع مباراه قبل كده لينا هنا في القاهره الوضع كان مختلف شويه. على فكره ده بالمناسبه يعني ده الفوز الاول للنادي الاهلي على سيمبا على ملعبه، لم يتحقق. انا شايف انه اتاخر المباراه بتاعت 2-2 دي، كان ممكن تكسب 3. خد بالك انت اقول لك على حاجه، والنهارده ما انت تكسب، انت كسبت يا كابتن النهارده، بس اقصد اقول ايه، عارف خطوره الفرقه دي، تكسب اكتر من جول. خطوره الفرقه دي لعبت 4 مباريات خارج ملعبها، ما اتغلبتش الا مباراه واحد 1-0. انا بقول لك ما تشوف معانا كابتن عائم، انا بتكلم كمان في دوري المجموعات في القريب. انت بتتكلم في دينموز خارج الملعب اتعادل 2-2، انت بتتكلم مع الوداد اتغلب 1-0 وبالعافيه، انا شفت المباراه. اسك بره، اسك من احسن فتراتها في الفتره الحاليه 0-0، لعبت جالاكسي الانجول 0-0 و6-0 اتعادلت 0-0، يعني ما اتغلبتش خارج ملعبها الا بجول من الوداد بس. عشان كده خطوره الفرقه دي في كده، لما تنظم نفسها ممكن تتعبك وتتعبك جامد. لو ما خدتش المباراه هنا وكانها 0-0 وتجاهد كويس وتعمل اللعب المنتظم هيتعبونا شويه هنا. بص انا بشوف ان الماتش اللي هنا لازم يكون ماتش تكتيكي من الدرجه الاولى. طبعا فاهم قصدي، مش جيم مفتوح انت بتلعبه. ما انا اقول حاجه، هو نتيجه ماتش النهارده ممكن تخلي مستر كولر يغير في فكره واسلوبه الماتش الجاي، من ناحيه ان هو يلعب باسلوب مختلف عن ما كانت النتيجه مثلا هتبقى عليه 0-0. طب وان كنت بميل ان هو يلعب برضه بطريقه فيها بالانس. لا انا مختلف، انا مستر كولر هنا في استاد القاهره مع جمهور الاهلي وهو كسبان 1-0، انا شايف ان هو هيضغط جامد جدا ويعمل ضغط عالي، لان هو اسلوبه على فكره احنا قلنا النهارده ممكن يبقى متحفز، وهو فعلا عمل كده في الشوط الاولاني لغايه لما يجيب جون ويلعب على اخطاء الفرقه الثانيه. مع بلالي لكن لا 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 لا, لا شويه اهدى. بص يا بص يا عادل انا ما احبش اعمل. طب استنى خلينا كمل يا حبيبي، استنى طب خلينا كمل. النادي الاهلي في استاد القاهره يعني في مصر يعني وطول عمرنا مع اي فرقه بتلعب انت فعل زي ما كابتن شريف بيقول وبتضغط عشان تكسب من البدايه وتاخد دفع الجماهير وكده، هاجي انا وانا كسبان 1-0 في وسط القاهره
وفي وسط جماهيرنا وسط ألعب متحفظ وما اعتقدش. احنا كنا متعادلين هو على اساس نتيجه المباراه دي. ما اعتقدش. لا لا عايز اقول احنا متعادلين 2-2 معاهم هناك وجينا دفعنا هجوميا جابوا فينا جول اتعادلين. ما هو مش هيلعب كوره يعني. بص يا اسامه عادل بص انت بتلعب في درجه رطوبه 83 مظبوط. لعيبتك ناقصين طبعا بالاصابات والكمان ده والاهلي بما حضروا كل شيء ولكن في قدرات خدت بالك انت اللعب هناك غير اللعب عندك في ملعبك. تمام. يعني انت مش هتلعب عن... لا ثانيه مش على النتيجه. ما انا بتفرج على الشكل اللي انا شفته النهارده كل اللي حصل ده سليم جدا استلم واعمل باص. انا اللي لعبتي من اول المباراه في شكل تاني واماكن تانيه ولاعيبه تانيه كانت تقدر تبتدي المباراه كانت الدنيا هتبقى حاجه تانيه خالص. النادي الاهلي حاجه تانيه خالص. مش بسهل المهمه ولكن ان شاء الله المهمه عندنا بالتغييرات اللي حصلت تاني طيب انا ما شفتهمش. انا عايز افهمك حاجه انت اول ما نزلوا اللعيبه بتاعتك التانيه الفريش الاداء اتحسن كتير. ايه السبب ثانيه واحده عشان ايه السبب لعيبه كره نزلت فريش نازله عندها نفس جديد بتدي الامكانيات بتاعتها في الملعب بتعمل كل حاجه. انا ما عنديش اي حاجه تخوفني غير ان انا اول ما انزل ما يجيش فيها جول هنا في مصر لا اجيب جول بس. ده انت برضو بتلعب على هدف. انت هتسعى انك تجيب جول. هو بس مش معنى ان انا بدل ما انت كنت واقف يا بلال بطريقه متوازنه ان ده معناه ان انت هتنزل تدافع. لا خالص بلال. خالص بلال. خد بالك في فرق كبير جدا من ان التوازن في الاداء والاندفاع الهجومي. مفيش فرقه هتفضل حتى في العالم كله ولا مانشستر سيتي يفضلوا هاجمين ودافعين على طول. بص يا كابتن خد بالك انت فهمتني. انت النهارده بتيجي مرحله وبيحصل التوازن اللي انت بتتكلم عنه ده غصب عنك. انا قصدي اقول لك هم اصل هيلعبوك ايه؟ هم ما عندهمش حاجه يخسروها. ده ما خسرانين على ارضهم. لا ما بيعملوش كده كابتن. ثانيه واحده بس كابتن ما بيعملوش كده. انا عايز اوصل لحاجه. مش معاك في الحته ده كابتن. انا عايز اوصل على حاجه بس ما خلصتش. هم هنا هيجي يعمل ايه؟ هيطلعوا ويهجموا ويحاولوا ويشوطوا. مش من اول المباراه كده ماليش دعوه بالاول ولا في النص ولا بتاع. لو لاقوك انت مش متحكم في زمام الامور وانت هنا كلنا في الماتش النهارده كنا بنقول ايه؟ عايزين نمسك الكره في نص الملعب بالظبط. عايزين بس فاكر انت كنت واحنا قاعدين بتقول ايه؟ برافو. هو ده صح. او مندي القفشه وبقى معلول القفشه وقفشه السليه والسليه لحد تاني. خدت بالك بقينا ماسكين الكره وهم خلاص فقدوا الثقه في نفسهم وانت كسبان 1-0 ما عليك انك انت تجدد الثقه في نفسك وبتكمل الفوز بتاعك وخلاص هنعدي ان شاء الله. مش بالسهوله اللي انا بقولها ولكن برضو بالتعب وبالهدف وبالرغبه خدت بالك وبالدوافع اللي انت تنزل في تعمل. انت جماهيرك كلها هتملى الاستاد باذن الله عايزه تعدي الدور ده وتروح بقى للمكان اللي انت ان شاء الله. هو ده الوضع الطبيعي للنادي الاهلي. انا بتكلم على انت محقق مكسب بره معاك جول معاك مكسب ان شاء الله الامور تمشي زي ما حضرتك بتقول وزي ما الكابتن اسامه قال واللي بيقوله كابتن بلال ان انت مش لازم تندفع قوي من بدايه المباراه. ما فيش حاجه ماشي انت كسبان. ومين قال لك ان احنا هنندفع؟ وانا قلت احنا هنندفع يا هو مستر كولر بيعمل ايه يا اسامه؟ بيجي هنا في الفرقه على ملعبه ما فيش بيبتدي ضاغط في الاول وبيحصل الجس والبتاع. لو انت ماشي وضاغط والدنيا والكره الثانيه بتاعتك اللي احنا قلنا الميز باص قليل الميز باص قليل هنا في مصر هتبقى ليك انت الضغوط وانت بتخلص الموضوع. انت بقى الدنيا ماشيه سيمتريتها عادل يعني هم النهارده ليهم شكل على ارضهم لانك انت الجو مأثر عليك الوان تو اللي بتلعب عليك ده ممكن ده تعب. ايمن دلوقتي انت كسبان بنتيجه 1-0 خارج ملعبك كويس. انت النادي الاهلي انا وجهه نظري الشخصيه مع الكابتن شريف مش هاجي هنا واقول اصل انا قلقان يجي فيا جول. ما هو ممكن وارد في كره القدم في العالم كله في انك انت تهاجم يجي جول وانت بتدافع بس انت النادي الاهلي وبامكانيات لعيبتك ديت. وانا بقول لك انا عارف او اغلب مباريات مستر كولر انا شفتها في 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 ملعبنا هنا وفي استاد القاهره. انا قلت لك هناك ممكن يبقى متحفظ شويه ويشوف يمتص الاندفاع بتاع سيمبا ويلاقي يلعب على مساحات زي ما عمل نار. لكن في القاهره مش مفروض ان انا ابقى قلقان من النقطه دي. لازم اضغط عليهم بشراسه لان عندهم اخطاء كتيره في الخط الخلفي. انت لو قدرت تتمكن عندهم في قدرت ماشي يا سيدي ماشي. ومعنى ان احنا بنقوله ده انه معنى كده انه يعني ما فيش هيبقى حساب خالص للدفاع. لا هيبقى فيه طبعا. ولكن انت لازم تستغل الجمهور بتاعك
بتاعك تستغل النتيجه اللي انت كسبان بيها 1-0 ولازم تستغل ضعف خط ظهرهم حتى لو هيتكتلوا. مش هيلعبوا بنفس الاسلوب. اقول لك بس حتى لو هيتكتلوا كلهم بس ثانيه واحده كابتن شريف، لو حتى لو هيتكتلوا كلهم برضو خط ظهرهم مش امكانياتهم الفرديه واضحه جدا ان مش عاليه، هيخطئوا كتير. فانت لازم تستغل ده مع جمهورك انك تضغط من البدايه وانك تحاول تجيب جون وتحاول تجيب التاني، لانه خلاص انت لو جبت فيهم جون هنا انا بقول لك الماتش صعب عليهم. مع رضا سليم، فمش هستنى، مع رضا سليم وجهه نظر شخصيه، مع رضا سليم ناحيه اليمين بتاعته وكهربا وحسين الشحات يجدد هنا، ده شكل تاني هجومي تاني هيخلي الدنيا حاجه تانية. طب يا كابتن شريف بعد اذنك، هو دلوقتي الموضوع في ايد مين؟ مستر كولر. هيشوف فرقته، هيشوف فرقته مجهده ولا مش مجهده، هيلعب بأني طريقه، هيدرس الفرقه الثانيه، هيشتغل على اهدافه اللي هو بيتكلم. احنا بنتكلم، يمكن انا يعني عجبني كلمه بلال اللي قالها ايه، هو بلال ما بيقولش انك انت تنزل تدافع 100%، لا انت تستغل وتستفزهم بلغه الكوره. بمعنى ايه؟ افرض هو لقيت، افرض نزلت يا كابتن ايمن لقيته عامل دفاع منطقه، تمام، هتعمل بالتالي ايه؟ هتهجم عليه شويه ولكن بحذر. في فرق ما بين انك انت عايز تهجم بشراسه وفي فرق ما بين انك انت بتهجم بحذر. ايه هو الحذر؟ النتيجه طول الوقت قلقه مين؟ قلقاهم ولا قلقاك؟ احط ليه نفسي ضغط انا؟ انا العب وبهدوئي واشتغل وهي هتيجي لوحدها. ليه؟ لانه هو هيقسم المباراه اجزاء. انا شفته لما لعبنا في نهائي في السوبر، هو راجل بيعرف يقفل كويس وبيعرف يشتغل على المرتدات. يعني احنا في مباريات تلاقيه عنده شراسه في الحته الدفاعيه، ده دخل فيهم 3 جون في دوري المجموعات. يعني رغم ان احنا بنتكلم انه دفاعهم هش والحاجات دي، لكن لو شفت دفاعهم بالنسبة لهجومهم تلاقي النسبة اللي دخل فيهم في دوري المجموعات 3 أهداف أو 4 أهداف، هم 3. فأنت بتتكلم في فرقة، أنت الاتزان في اللعب هو ده أهم شيء. أنت بتشوف السيتي وبتشوف ليفربول حتى لما بيلعب فرق أقل بيعمل التوازن اللي هو احنا اتكلمنا فيه بلال في البداية. معلش في فرق بين أن أنت محتاج الفوز، أيوة، فرق بتلعب طبعًا على الفوز، طبعا فرق كبير جدا بالاثنين. محتاج الفوز بتغير في التكتيك، بتغير في التشكيل طبعا، بتغير في طريقه اللعب، بتغير في بتدي ميشنز زياده للعيبه داخل الملعب. وفي فرق ان انا بلعب على المكسب، انا طبيعي انك هتلعب على المكسب. هديك مثال في ماتش يعني افريقيا، لو ما غيرتش في تشكيل الثاني كابتن اسامه، لو ما غيرتش يعني انت حتى لو محتاج المكسب كابتن ايمن، انت كنت موجود في الماتش ده. ليه كلمه لو ما غيرتش في التشكيل ولعبت بالتشكيل اللي لعبت بيه الشوط الثاني، انت هيقسموك في الماتش اللي جاي. انت بتاخر نفسك بالتشكيل اللي بتبتدي بيه، وانت فاهمني انا بقول لك فيه. لو ما غيرت في التشكيل ولعبت بالقوه الضربه بتاعتك لانهاء المهمه، هو ده المطلوب. نلعب بقى بتوازن، نلعب واحنا اعصابنا هاديه كسبانين 1-0، نلعب على الاطراف، نعمل بالعرضيه، نستغل الكرات اللي بتجي لنا. ده كلام جميل جدا شريف، ولكن في اسباب للفوز والحفاظ على الدور الثاني. يا كابتن شريف احنا كلنا يا كابتن شريف، احنا لعبنا كم ماتش كلنا افريقي، مئات الماتشات في بطولات افريقيه وكونفدراليه. لا يعني اسلوب النادي الاهلي، انا ماليش دعوه بريال مدريد، ماليش دعوه ببرشلونه، ماليش دعوه. النادي الاهلي في استاد القاهره شيء تاني بجمهوره. مظبوط، لازم يبقى انا ما بيغيرش طريقه لعب، وهو كمان صحيح كسبان، ابقى انا قلقان من ايه؟ ده بالعكس انا غلطه من البدايه واخليه هو اللي متوتر، لان هو احساسه لو جه في جون الاوردر بتاعنا خلصوا المهمه في اول 10 دقايق. قلقانين يا كابتن، احنا بنلعب بقول نلعب بتوازن، بس احنا في استاد القاهره. بقول لك يا كابتن، في استاد القاهره مع افريكا سبورت 1-1 هناك في ساحل العاج في النهائي، رجعنا لعبنا براس حربه 1 زي ما كنا بنلعب هناك راس حربه، فاكر؟ ولعبنا براس حربه، لا يعني لعبت ولعبت بتوازن ولعبت علشان انت اصل هو اللي جاب الجول في المشهد. لا قول ايه انت؟ بص يا كابتن، انت لعبت يا كابتن في ايه؟ انت بس انت لعبت ولا نجيبه لك ولا حاجه، بس انت لعبت يا كابتن ايمن. انا جون جبته انت بينالتي ايوه، بس جابها ماله البنالتي وحش. بص يا كابتن، اهم ما في الموضوع ان انا دلوقتي المدرب
هو اللي شاف. طب ما طبعا احنا كل ده كلام هو اللي شاف طريقه لعبه اللي هيلعب بيها. كويس. يعني انت لما تيجي احنا قاعدين احنا مش شايفين اللعيبه، هل مين مصاب؟ لعيب مين نفسيا اقل دلوقتي؟ لعيب مين نفسيا اعلى دلوقتي؟ لكن احنا بنتكلم التوازن. احنا قلنا المباريات اللي زي دي يا كابتن ايمن، هل حد بيذكرنا بنتائج المباريات ولا بيذكرونا بالمكسب؟ احنا عايزين نخرج من الظروف اللي احنا فيها. احنا عندنا ظروف صعبه وصعبه جدا. انت اتوضعت في الموقف ده اللي هو ايه، بتلعب مع المنتخبات، عندك لعيبه وبتلعب بالاجهاد، ورحت كاس عالم للانديه ولعبت عدد من المباريات صعبه جدا. فانا يعني ممكن يفكر انت كمان انت عنده انت ما عندكش سنتر باك احتياطي. ما عندكش. للاسف. انت فاهم؟ ايوه فاهم، بسبب الاصابات والغيابات. صح. يعني ولا باك ليفت. يعني طبيعي جدا انك انت عندك وما تعرفش منين الاسبوع اللي جاي طبعا اللي هيحصل، هيبقى عندك في اصابات ثانيه ولا انت طالع من الماتش ده في عندك ايه بالزبط. طبعا انت النهارده يا كابتن خد بالك، انت عندك قوه في الحته الهجوميه حتى على دكه البدلاء. مظبوط. يعني تقدر ترجع في الماتش وتقدر تغير البلان بتاعتك للحته الهجوميه لو محتاج الحته الهجوميه، لكن انت عندك مشاكل في الحته الدفاعيه. بلال، هو انا اللي كان مأخرني اول شوط في الاداء اللي مأخرك؟ لا، هو انت مش مأخرك. بص، هو الراجل النهارده تمام لعب ازاي؟ زي ما احنا اتكلمنا قبل الماتش، لعب بيدافع من نص ملعب وبيشتغل على الكاونتر اتاك، وده اللي حصل 100% ونجح فيها. انك تجيب جول. احنا مرتين على الجول. ايوه، ما انت جبت جول منه، جول وبتاعت معلول نجح. لو اتلعبت صح جول بالظبط. طيب. ما هو تاني تايم بقى، امشي معايا بس، امشي معايا اتفضل. تاني تايم كان شكلين عامل ايه بعد التغييرات؟ بس هايل. انا عايز الهايل ده. ما هو ده بس مش السبب الوحيد عشان التغييرات يا كابتن شريف. امال السبب الوحيد كان عليه التاخر كان فين؟ التاخر كان فين؟ التاخر كان فين؟ يعني لو الشكل الاول الثاني هو اللي ابتدى وكان بيرسي تاو وحسين الشحات هما اللي كانوا احتياطي وهما اللي نزلوا في الوقت التعب كان هيبقوا احسن من كده. كمان لو كنا ابتدينا زي ما انتهينا لا في لا ما هما اسمعني بس وانت عارف وانا عارف واحنا متكلمين مع بعض في ده كله. لو انت ابتديت زي ما انتهيت ولعبت وقلبت الايه كده والجزء الثاني نزل بعد ما انت كسبت واحد واثنين وثلاثه، انت بتلعب على ديفنس، عايز لعيبه، عايز واحد رضا سليم بيحاول، طاهر بيحاول، كهربا بيشق وكان هيجيب جول، كل ده ما شفتوش في الشوط الاول. لا، ما كهربا دي مهمه ثانية. او واحد كل ده انا بتكلم بصراحه، كل ده انا ما شفتوش في الشوط الاول. عندك امكانيات كبيره قوي ولاعيبه جامده جدا، زي ما قال بقى عادل، زي ما قال بلال، زي ما انت قلت، زي ما ايمن بيقول، الظروف المحيطه بيك من اصابات وما عندكش سنتر باك احتياطي ولا باك ليفت، اهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، التوافر والناس تجهز ناس لعيبه زي دي وندور في المناطق دي. لما انت عندك مناطق واضحه جدا النهارده عملت لك الفرق الكبير في الشوط الثاني، هو ده اللي انا بتكلم فيه وبمسك فيه وكل ماتش بمسك فيه. انا ليه كل ماتش انزل اتاخر لي بتاع نص ساعه ولا تلت ساعه عشان خاطر مين؟ برضو الكلام ده خد بالك يا كابتن، خد بالك ده برضو جزء من استراتيجيه المدير الفني. بالظبط. انك انت بتشتغل في جزء في وقت معين بشكل معين، والشوط الثاني بتغير من الاسلوب على حسب برضو قدراتك البدنيه وقدرات الفرق اللي قدامك. يعني انا النهارده هقول لك على حاجه، النهارده هم وقعوا بدنيا الشوط الثاني، ده حقيقي. فانت لما عملت التغييرات اللي حضرتك بتقول عليها اللي انت دايما بتنادي بيها، التغييرات الهجوميه تمام، اللي بتدي واللي بتديك توازن في نص ملعب بقى، مش ما بلعبش بثلاثه مدافعين، يعني نزلت مجدي قفشه وقمت مغير رضا سليم. والراجل النهارده بصراحه يعني التغييره بدايه التغييرات كانت جيده جدا من وجهه نظري. الاثنين اللي على الطرف، واحنا اتكلمنا كام ما بين الشوطين، قلنا اكتر اثنين النهارده جريوا الاثنين الوينجرز بتوعك، لانهم بيجروا في 80 متر من 18 لل 18. صح. فالنهارده دي اول تغييرتين عملهم، حط نزل مجدي قفشه في النص، فعمل لك الحته اللي انت عايزها، ودي بتبقى استراتيجيه مدير فني. تقدر تلعب كده من اول الماتش، في اوقات ما تقدرش تلعب كده يا كابتن، في اوقات بتبقى عايز ايه؟ تقفل نص ملعبك كويس، ويبقى الباص من رجل لرجل، وبتشتغل على الهجمات المرتده السريعه. هنا في مصر اللي انا بقوله ايه؟ انك تلعب بطريقه فيها توازن، ممكن تلعب بمجدي قفشه من بدايه المباراه، ما بقولش ما تلعبش بيه، بالعكس، ده انا بقول لك ده التوازن. النهارده انت بتلعب جيم دفاعي، ثلاثه في نص الملعب تمام يا كابتن، فلات مدافعين في نص ملعب. فالنهارده انت الجيم بالنسبه لك كان جيم دفاعي، ابتديت تغير الشوط الثاني، ابتديت تعمل البالانس الشوط الثاني. ده اللي بقول عليه، كلنا في الهاف تايم
قلنا لازم البالانس ده يحصل ويا ريت يحصل من اول الماتش. ما هو حسب ظروف المباراه يا كابتن شريف. يعني عايز اقول لك يا كابتن شريف، يعني لو انت قدر يعني مغلوب 1-0 لازم ابقى مغلوب 1-0، لازم ابقى مغلوب 1-0 انا ولا 2-0 عشان العب بتاعتي، كانت الفرقه عشان اغير في الهاف تايم لازم انا اكون مغلوب. ها عشان انزل من اول التغييرات من الشوط، من اول الشوط. هو بص يا كابتن بلال، كلامك 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 او كلامنا احنا، يمكن احنا كابتن يعني اقول لك التشكيل اللي انا عايزه. لا 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 عشان بس كابتن لا 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 انا اللي مجنني ان احنا متفقين كلنا على حاجه واحده معينه دلوقتي، كل واحد طلع اصل يا كابتن. لا اصل البتاع مين اللي مين اللي كابتن كابتن شريف دلوقتي احنا متفقين على العطل فين ولا مش متفقين احنا كلنا؟ ماشي بص يا كابتن بلال، كان في الظروف المحيطه من المباراه كلها كانت ضد النادي الاهلي، واحنا كلنا مش مختلفين في الحته دي. انا اعتقد ان اللي كان بيسعى اليه النهارده مستر كولر في المقام الاول ان هو يفوز بغض النظر عن الاداء. ونجح فيه. ايمن ايمن كابتن ايمن ايمن ده ما كانش الشوط الاولاني. الشوط الاولاني ايمن ايمن الشوط الاولاني يا ايمن الشوط الاولاني احنا لما سالنا انا قلت لك ايه؟ النادي الاهلي اسلوبه اساسا 90% زي ما الكابتن شريف بيقول، وانا قلت لك كده، بيبقى فعل هو اللي صح. بيضغط انا بطل افريقي ده صح، لكن انا قلت لك النهارده ايه؟ في ظروف. النهارده في ظروف ممكن جدا يلعب في نص الملعب ويأمن نفسه ويلعب على اخطاء فرقه سيمبا ويمتص الحماس عندهم، وده اللي حصل وقدرنا وربنا صح. وفقنا ان جبنا جون. انا بعمل الظروف دي ماشي، انت وفقك وجبت الجون في الدقيقه 6 عملت عليهم هم ضغوط صح ومستعجلين وعندهم رعونه في انهاء الهجمات وفي تفوق كمان من شوبير فساعدتك، فلما جه الشوط الثاني من كتر هم الجري والضغط لقدام تعبوا، فلما حصل تغييرات اضافت للفرقه. ممكن كان الاحتياطي اللي ابتدوا دولت اللي هو حسين الشحات وبيرسي نزلوا الشوط الثاني والفرقه تعبت، كان يبقوا اظهروا بصوره افضل وهتقول ايه هم دول اللي كان المفروض يغيروا، لكن انا بقول لك هنا ده اللي انا قصده القاهره هنا باستاد او في القاهره يعني، وانت كسبان 1-0 بره ملعبك وانت شفت الفرقه خلاص واستكشفتها وشفت ان خط ظهرهم حتى لو في تكتل هيخطئوا اخطاء كتيره، مفروض ما استناهمش. أيوة. لازم اضغطهم واغلطهم لانك انت كسبان وعندك جرأة انك تعمل كده. لكن انا مش قلقان من حاجه دلوقتي، قلقان طبعا، احنا قلنا الماتش مش هينتهي الا غير في القاهره، ولكن لازم اخوفه واخطاه، لان هو لو غلط وان شاء الله جبنا جيف جون هو هينهار. ازاي بقى؟ ازاي هو هينهار؟ ازاي اخوفه بالضغط؟ ما انا بقول لك، طب انا متفق معاك بالضغط ازاي؟ عن طريق ايه؟ لا في لعيبه اختيارات لعيبه كواليتي. اي ماشي كواليتي الجيد اللي عندك اللي هو عامل لنا الفارق في الشوط الثاني، وهفضل اصر واقولها. هو احنا لعبنا بثلاثة ديفندر النهارده صح؟ ايوه لعبنا بثلاثة ديفندر الغاء هو عمرو السوليه كان غالب على اداؤه يعني لا هو الاداء الدفاعي المفترض انك انت ثلاثة ديفندر انت بتلعبهم ليه بره؟ علشان تدافع اكتر، ما فيهاش يعني انت لو صح. لو كنت عايز تمسك الكوره وتطلع اكتر كان احسن من البدايه مكان مزبوط. واحد من الثلاثة لكن انت مستر كورر فكر اول تفكير صح. ليه يطلع بنتيجه ايجابيه مزبوط. مستر كورر شايف عنده الاصابات قد ايه، عنده الاجهاد قد ايه، عنده ناس بتوع احمال شغالين معاه، عنده ناس بتوع شغل شغالين معاه بيوصفوا له ان ده يلعب قد ايه وده يلعب قد ايه وده يلعب قد ايه، ده جهاز متكامل مش كولر بس اللي صح. بياخد القرار لوحده، فهم هو لعب في البداية بتوازن عاوز يطلع بنتيجة لأنه هو أصلا بيعمل المباراتين بشوطين أي صح. مدرب كده في الدنيا مش هلعب مباراة وبالأخص إحنا لسه في أفريقيا ما عملناش اللي هو الجون باتنين جون بجون خلاص أيوة. لسه إلى لسه الآن أنت بتلعب بالقديم اللي هو الهدف بره بهدفين، فلما أنت تجيب هدف وترجع هنا الهدف ده يبقى معاك معزز يعني ذهب طبعا صح. يعني ففي الاخر هو بدايته كان عايز يعمل ايه؟ يهدى مزبوط. ويقفل ويعمل الشوط الثاني لما لقاهم زي ما الكابتن اسامه قال وقعوا بدنيا وفنيا شال واحد من نص الملعب وشال وشال مروان عطيه ليه؟ اهم هدف شال مروان عشان الانذار كمان عشان ما يخسروش في مباراه مصر عشان ما نخسروش يعني. فشال مروان عطيه وحط قفشه حتى رجع السوليه بقوا اتنين لعب في اخر ربع ساعه لعب 4-2-3-1 لعب بقفشه وطاهر ورضا سليم وبكهربا
وقفشه كان تحتيهم، وقفشه كان يسيبهم وينزل نص الملعب عشان ينظم اللعب. هي دي الاهداف اللي المدرب بيعمل، ما بيشتغلش الحته يعني حته بحتتها. هو لا، هو هدف النهارده اطلع ايه؟ اطلع بنتيجه ايجابيه. احنا كنا كلنا بنقول عايزين النتيجه الايجابيه بتاعتنا، لا نتعادل لا نكسب. اي حد بيفكر في كده، هو راح للهدف اللي هو عايزه، جاب هدف هناك، نجح. انا اقول لك النجاح النهارده 100% للنادي الاهلي. طبعا نجح. ايوه طبعا، 5 تجوان كانوا هيخشوا فيك يا كابتن. لا انت خمس تجوان في الهاف تايم الاولاني يا كابتن شريف، كابتن ثاني واحد، ثاني واحد، 5 تجوان النهارده كانوا بيروحوا عليك سهل جدا. لو توفقوا في واحده ولا اتنين كان الحوار ده كله هيتغير. انا بقول بالراحه كده، احنا عندنا في ايدينا بعض الكواليتي واللعيبه اللي انت تبتدي بيها بهدوء كده، انك انت ما يحصلش فيك اللي بيحصل ده، انت تقدر تبقى. طب يا كابتن شريف انا هسالك سؤال معلش، انت شايف ان هو كان يبتدي بمين وما ابتداش بيه؟ لا هي اكتر ثانيه واحده كده من غير وش كده. يبتدي بكهرباء. دي ده برضو. بص بقى بقول لك ايه، ادام انت فتحت الحته دي حاجه، انت عايز انا اقولها. يبتدي بكهرباء لو في وسام ابو علي جاهز ومش متعور يبتدي. انا عايز سنتر فيرود عنده سرعات، مش سنتر فيرود واقف. احنا كل اللعيبه عندي النهارده، حسين الشحات بيروح او بيرسي تاو حاول النهارده يخش ويتوغل وبعدين يغير مكانه وبتاع، ما فيش سبورت مع الناس دي وهي جايه. نص ملعبك ليه النهارده؟ الكره بيجي اول ما بيبصوا بيجي يعمل الكره كده، مفيش. تعرف كانوا بيلعبوها لمين؟ محمد هاني اللي كان بيعمل الاسبرينت وتتعمل الكروس الناحيه الثانيه عشان يروح. انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ احنا عايزين كواليتي معين، والراجل ده يجي يقعد معانا جنبنا. ما هو كان قبل كده في البطوله، وكان قبل كده موجود، وكان كده بيتوفق ساعات ويجيب جول، بس لما تبقى انت كسبان انا عندي كواليتي يخليني داخل بلعب على بطوله افريقيا العزيزه عليا وعلى جماهيرنا وعلى مؤسستنا وكل حاجه. انا بتكلم كمان كمشاهد كمان مش كمحلل. ماشي، انت اذا بتتكلم في النقطه دي فانا برضو واحد من الناس متفق معاك فيها. ممكن ما انتوا سايبيني بقى اقعد اتكلم واجري يعني على راس حربه. هتقول لي المدير الفني رؤيته والمدير الفني يا جزء الله، هو انت مش بتتفرج معايا ولا ايه؟ انا بتفرج لوحدي. كابتن الافراد احنا بنتكلم، انا مالي بقى ومالي؟ انا ماليش دعوه بالكلمه بتاعت المدير الفني دي. انا بتكلم انا كمشاهد وكمحلل، ايه العطل اللي عندي كان في الشوط الاولاني؟ انا لا ليه لا حرف اتدخل، ما انتوا كلكم قلتوا مش هيغير خالص في الشوط، ولا بيغير بين الشوطين، ولا بيغير بين الشوطين، ما حدش ولا اتكلمنا. ودي حاجه بتاعته كمدير فني، وهو يحط الفرقه اللي هو عايزها. ولكن انا كمشاهد وكمحلل وكشاف عارف الشورت اللي حصل لي. انا لو عندي كواليتي تاني من الشوط الاولاني اقسم لك بالله نكسب 2-3 اول شوط. العرضيات هتلاقي تغذيه، الناس دي بتخش ال 18، انت لما فكرت تخش ال 18 الهاف بتاعك الهاف ليفت هو اللي جاب الجول. صح؟ لو ما تجيب الكوره على ما ده من البدايه يا كابتن، مش لما فكرت، ده من بدايه المباراه. يعني الكلام ده حصل في الدقيقه 6 وبعد كده حافظنا على الهدف. حافظت على الهدف. ايوه احنا كسبنا. في حاجه اسمها حافظت على الهدف يا كابتن؟ انت كسبت. بقول لك ايه يا كابتن ايمن، يعني ايه حافظت على الهدف؟ يعني انت طلعت كسبان يا كابتن ايمن. انا لعبتي عندها حاله لما بتيجي من نص الملعب ناحيه الشمال انا بتفرج، وناحيه اليمين ما فيش حد حتى بيعمل سويتشات، ما فيش حد بيجي لي الناحيه دي كده، مش حد. ده ناس واقفه مش قادره، ما فيش سبرنتر. المكان ده عايز واحد سوبر رانر. ما انت لعبت في المكان ده ولا ما لعبتش في المكان؟ ما هو احمد بلال هو لعب في المكان ده، يديني وصفه المكان يبقى عامله ازاي. اديني وصفه المكان ده يبقى عامل ازاي. بس خد بالك كابتن شريف، بس هو احنا السؤال اللي كان بيساله كابتن ايمن طريقه اللعب، فاهم قصدي؟ مش بس انا ماليش دعوه بطريقه اللعب او مش التغييرات، يعني مش مين مكان مين. انا دايما يعني بدافع. احنا بنلعب بلال. انا سالتك يا بلال على حاجه. انت في المكان ده ليك مواصفات وليك توظيف معين. انا 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 ماليش دعوه، انا بدافع على بقيه لعيبتي. انا عندي لعيبه بيتضغط عليها بره مصر في 83 درجه حراره رطوبه والكلام من ده، محتاجه سبورت كل لعيب تاني مع بعض، بنعمل البيلدينج وبنروح لغايه عشان نجيب جول ونكسب. احنا عندنا حاجه بايدينا عاملينها هي اللي معطلانا. غير كده احنا عندنا الكواليتي 10 على 10، عندنا لعيبه جامده، بتلاقي لعيبه راحت الكره التانيه دايما عليهم. النهارده مش عاجبني محمد عبد المنعم ليه؟ هتلاقي في اسباب. النهارده ربيعه دايس وبيعمل وهيخطف واحده وهيخطف في التانيه، بنطلع في عندنا شورتج خدت بالك في التكوين واحنا بنلعب. هو لما تعادل الشوط الثاني، ما هو اللي عدله وانا اللي عدلته،
طب ما هو اللي عدله واللعيبه دي هي اللي ندت وهي دي اللي عملت لي الشكل ده. خلي بالك بقول لك ايه يا ايمن، غيرت كابتن. بقول ايمن ما هي دي الظروف اللي انا عايز ابقى ابتدي بيها، دي الظروف اللي انا عايز ابتدي بيها يا كابتن ايمن. انا ما انا فرحت أنا لما عمل كده، ما انا انبسطت وقعدت حطيت رجلي على رجل ومستني ان انا اجيب الجون الثاني والثالث. مش كان قدامك الفرصه دي؟ ماليش كلام ثاني انا بقى ثاني ساعات بس انا ماليش كلام غير في النقطه اللي انا بتكلم فيها. شريف بص انا ممكن دول يبتدوا يظهروا بنفس المستوى. لا 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 ليه؟ لا 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 كان ممكن يا كابتن. وانا مش قلت لك النهارده هنكسب 1-0 يا ايمن؟ قبل المباراه ايمن. ليه ايه اللي خلاني اقول كده؟ تقييمي للفرقتين، الفرقه اللي انا بعيبها دي كنت اتمناها ان انا اقابلها في الدور ده، ولما قابلتها في الدور ده قلت انا هكسب 1-0 هناك، وهنا حاجه اديها 3 في مصر وخلاص. يا ايمن تعالى لي يا ايمن تعالى. انت فاهم قصدي انا ايه؟ هو انت اذا كنتش هتتكلم الكلام ده وتحلل الكلام ده وتشوف الكلام ده، في ناس كتير قوي مش عاجباها الحكايه مثلا بره، او بيجي يتكلموا معاك، او انا مش عاجبني حكايه او بس تزويق بقى في الكلام وتزويق في الحاجات دي. انا عندك في ايدك، عايزين نخطي خطوات بقى، فهمتني ازاي؟ عايزين نجري بقى نخوف الدنيا كلها في ايدك، مش صعب، مش صعب عليك يا كابتن. اللعيبه موجوده عندك في فرقتك شاريها بملايين. انا متفق مع شريف في حاجه، هو انا مش مختلف في الطريقه والاسلوب. اللي قلت لك انه يلعب في نص ملعبنا ويلعب على اخطائهم لاننا مندفعين، هي الفكره ان الاختيار من وجهه نظرنا في موضوع راس الحربه، انك انت بتلعب في نص ملعبك، انت عايز حد عنده سرعات كبيره، مش حد يقدر يقطع مسافات 30 و40 يارده بسرعات كبيره، فدي كانت متعطله شويه، فيمكن دي هي اللي ممكن تكون كابتن شريف بيتكلم عليها. لكن كشكل لعب وطريقه لعب، انا شايف النهارده دي انسب حاجه، وخدنا من من منه النتيجه اللي احنا عايزينها. خد يعني مستر كوره، سواء بقى يعني ايه في شيء من التوفيق نسبيا في جزئيه مثلا، ده موجود في كره القدم، ده موجود في كره القدم، لكن هو خدنا اللي احنا عايزينه، اللي هو جاب جون في بدايه الماتش وحافظ عليه، ولما الفرقه الثانيه ابتدت تجهد عمل تغييرات اثرت بشكل ايجابي، بشكل ايجابي صح. ورحنا للجون اكتر من مره من كهربا ورضا سليم، كانت ممكن واحده فيهم تتخطف، لكن هي يمكن النقطه دي بس اللي فيها كانت شكل صحيح. بس انا عايز اقول نقطه، معلش يا كابتن. اتفضل اتفضل. لو انت بتسالني انا شخصيا مين يلعب ومين ينزل او مين يغير، انا هقول لك يلعب زي ما لعب كده بالظبط. يعني هي وجهات نظر. طب يعني هنقولها ونتكلم فيها ماشي، يعني دي وجهه نظر الشخصيه. طيب. عارف يا كابتن هقول لك انت عندك طالع معانا الزميل العزيز محمد الباز للحديث عن ارقام مباراه اليوم. مساء الخير يا محمد، منور. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير على الكباتن. اهلا باشا. مليون مبروك طبعا، يعني فوز مهم جدا، وزي ما حضراتكم قلتوا كان دايما يعني مواجهات الاهلي وسيمبا في تنزانيا بتشهد نتائج سلبيه بالنسبه للنادي الاهلي، وده يعتبر اول فوز للنادي الاهلي، وقد يكون الفوز الاول لاي فريق مصري هناك. مش بس الفرق المصريه يا كابتن ايمن، برضو الفرق العربيه الثقيله. يعني شفنا الماتش الاخير الترجي والخساره برضو على ارض هناك تنزانيا امام سيمبا في مباراه العوده، برضو الاعوام الماضيه. يعني عايزين نتكلم ان الفريق سيمبا في اخر 5 نسخ في بطوله الافريقيا تشامبيونز ليج وصل منهم 3 مرات في المجموعات، كل مره يصل فيها لدور المجموعات يصعد للدور الثمانيه او الادوار طبعا دور الثمانيه اخره ويخرج منها. ولكن في المواجهات، كل المواجهات لاحظناها بيقابل فرق تقيلة بيكسب على ملعبه صح. ويخسر هناك وطبعا ويخرج من البطولة. شفنا حتى في نسخة 2019 أمام الأهلي كان برضو نفس الكلام، الأهلي فاز عليه هنا 5-0 وخسرنا هناك 1-0. نفس الكلام في نسخة 2020-2021 نفس الكلام برضو، كان فوز للأهلي 1-0 هنا على ملعبنا وهناك خسرنا 1-0. النهارده كسرنا القاعده والحمد لله حققنا فوز مهم جدا، فوز 1-0. ولو نفتكر طبعا في الدوري السوبر الافريقي يا كابتن ايمن كنا هنا في الاستوديو وتعادلنا هناك 2-2، وتحليل المباراه حتى الارقام الشوط، ارقام الشوط الاولاني بس كان النادي الاهلي خلص كتير. مظبوط. النهارده الشوط الاول رغم ان هم خدوا الاستحواذ كله، حتى في يعني النهارده كابتن عادل بقى الاستحواذ كان ايجابي بالنسبه لسيمبا، لان هم تمريراتهم معظمها كان صحيحه. انا بشوف الستايل بتاعهم بيشبه شويه سان داونز، او هم رايحين ان هم يلعبوا الكره يعني الشورت باسس والاستحواذ ويلعبوا يعني بالاختراقات. لا الجزء من الجزء الامامي بس، الجزء الامامي، لان السان داونز بيبدا من تحت بس، سان داونز ومميزين جدا في البدايه من تحت. ده النص الامامي
هم مميزين فيه، انما عندهم مشاكل كتير جدا في النص الخلفي خاصه في الباكات، لان زياداتهم طبعا بتسيب فراغ كبير جدا او مساحات في خلفهم. وهنعرض هنستعرض بعض الحالات اللي كانت تبين النادي الاهلي كان ممكن يضرب سيمبا في خط الظهر خاصه في الاطراف ونحرز اكتر من هدف في الشوط الاول. خلينا نبص على ارقام المباراه كابتن ايمن ونشرح مع بعض ازاي الاهلي النهارده تفوق على سيمبا رغم ان الاستحواذ كله زي ما احنا شايفين 64% لسيمبا. حتى الشوط الاول لوحده كان 63 لسيمبا، تخيل الشوط الاول فقط 63. المباراه انتهت ب 64% استحواذ لسيمبا مقابل 36 للنادي الاهلي. هدف الفوز طبعا في الدقيقة 5 في الشوط الأول، والحمد لله رغم كل الظروف اللي حضراتكم شرحتوها يعني قدرنا إن احنا نتماسك لحد آخر لحظة في المباراة. أخطاء 10 مقابل 10، الركنيات كانت 11 ركنية لسيمبا النهاردة، 4 للنادي الأهلي. لا تسلل، 4 وقعت فيه وقع فيه فريق سيمبا النهاردة تسللات. بالنسبة بقى للمحاولات أو التسديدات على المرمى، كان عندهم يعني محاولات كثيرة جدا على المرمى، شفنا تسديدات كثيرة جدا منهم بس 4 شالهم مصطفى شوبير من داخل منطقة الجزاء. وزي ما حضرتكم قلتوا أحسن لاعب النهاردة في المباراة هو مصطفى شوبير، تصدى لـ7 تصديات منهم 4 من داخل منطقة الجزاء. الـ17 تسديدة لسيمبا معظمهم خطرة جدا، 7 اون تارجت على الثلاث خشبات، وحتى التسديدات خارج الثلاث خشبات كانت خطيرة جدا وكانت تمثل خطورة بنسبة طبعا وصلوا لـ41% من دقة التسديدات. النادي الأهلي 5 تسديدات، واحدة منهم اون تارجت، شفنا الانفراد الأخير حتى لكهربا من الفرص اللي هنستعرض بقى كمية الفرص النهاردة. طبعا الاكس جي كان سيمبا قد يحرز هدفين، تخيل يعني الفرص والتسديدات قد يحرز هدفين النهارده. النادي الاهلي قد يحرز هدف وده اللي حصل بالظبط. الفرص النادي الاهلي النهارده ما كانتش كثيره بالنسبه للتوتال فرص، ولكن كان عند الاهلي من فرصتين كان في فرصه كبيره محققه كان ممكن تظهر، ده غير الهدف طبعا. بالنسبه لسيمبا النهارده عملوا فرص كتيره جدا، ده شفناها من واقع التسديدات على المرمى، وفي كان دبل باسس كتيره وشفناهم اكتر من لاعب في مواجهه المرمى. بالنسبه للتمريرات النهارده هو ده بقى طريقتهم في اللعب، زي ما قلنا عندهم 449 تمريره صحيحه النهارده بتصل دقتها ل 81%. بالنسبه للنادي الاهلي من اقل المباريات معدل التمريرات النهارده كان عندنا، لان حتى الاستحواذ زي ما احنا شفنا 36%، فما كانتش الكره ماسكينها بشكل كبير كشورت باسس، على العكس من اللونج بولز النهارده الكرات التمريرات الطوليه لعبناها بشكل كبير جدا. يعني عم بتكلم في 233 تمريره صحيحه فقط النهارده، نسبه الدقه مش دي اللي متعودين عليها من النادي الاهلي 72%، لاننا النهارده لعبنا تمريرات طويله بشكل كبير جدا 52 تمريره طويله منها 19 بشكل صحيح بنسبه دقه 37%. الناحيه الثانيه سيمبا لعبت 46 تمريره طويله على يعني في الماتش في الشوطين، منهم 21 بشكل صحيح بدقه 46%. العرضيات النهارده 13 عرضيه للنادي الاهلي، واحده بس منهم هي اللي كانت صحيحه، الدقه بتاعتهم 18%، ولكن هناك عند سيمبا شفنا 23 عرضيه منهم 9 قد يشكلوا خطوره، ودي من القوه عندهم بصراحه الكرات العرضيه المتحركه او حتى الثابته. الدريبلينج عندنا النهارده كنا يعني احنا متفوقين اكتر في الدريبلينج، عندنا لعيبه كواليتي عالي جدا في التحرك بالكره، 21 دريبلينج منهم 12 بشكل صحيح بدقه 57%، الناحيه الثانيه 17 لسيمبا 7 بشكل صحيح بدقه 50%. كسب الكره واسترجاع الكره والبول ريكفري النهارده، يعني النادي الاهلي كان 100 النهارده استرجع الكره 100 مره في المباراه، وده بتقول لنا دايما اللي احنا بنشوفه، يعني البول ريكفري عندنا حتى سريع، بنقدر ان احنا نستخلص الكره بسرعه جدا 100 مره، حتى لاننا احنا خسرنا الكره قد سيمبا في خساره الكره النهارده 43 مره يعني مقابل 43 مره لسيمبا. تصديات حارس المرمى 7 تصديات لمصطفى شوبير النهارده، كرات خطيره جدا منهم 4 تصديات من داخل منطقه الجزاء، سيمبا هي تصدي 1. بالنسبه للاعتراضات وابعاد الكره، احنا طبعا عملنا اعتراضات النهارده 20 مره، 20 اعتراض وابعدنا الكره 24 مره، ده ارقام كبيره جدا الناحيه الدفاعيه تفوقنا فيها. الناحية الثانية عند سيمبا يعني الاعتراضات أو استرجاع الكرة أو إبعاد الكرة كان نسب قليلة جدا مقارنة بنسب الأهلي، لأن الضغط كان ضغط عالي منهم في معظم أوقات المباراة، وكان بيشكلوا خطورة بتسديداتهم والفرص اللي هم صنعوها. بالتالي إحنا كان عندنا يعني مش عايز أقول رد فعل أكتر، ولكن إحنا كان عندنا معظم أجواء المباراة ودقائق المباراة كابتن أيمن كان عندنا الكرة إن إحنا بنلعب عن إن إحنا نبعد الكرة ونسترجع الكرة. ده الشكل العام ل يعني مباراه النهارده. الاهم طبعا الثلاث نقاط الفوز، يعني انا عايزين اقول ان احنا
ان شاء الله هنا على استاد القاهره في او يعني في مباراه العوده باذن الله عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا ناكد الفوز ان شاء الله طبعا بكل ارتياحيه ونصعد لسيمي فاينل، وبالتالي الاهلي هيبدا ان هو يعني يكتب ارقام قياسيه كتيره يعني ان شاء الله بعد الفوز القادم يعني. سيمبا فريق مهم، فريق بيلعب كره يعني كويسه جدا، عنده لعيبه مهمه جدا زي ما كنت بقول لحضرتك في الشوط الاول فقط يا كابتن ايمن كان عندنا اكتر من فرصه، معانا صورتين ثلاثه ممكن يعني نساها حضراتكم شرحتوها بكل التفاصيل، ولكن الحالتين دول بيبينوا لنا هنا كابتن يعني احنا اعتقد دي الدقيقه 20 وبرده في الدقيقه 21 نفس الكلام، احنا اخذنا الكوره بالاسترجاع، الكوره كان سريع جدا، كان عندنا شكل مرتده هنا في ناحيه الباك الشمال عندهم في خلف المدافعين، كان في شوارع، كان في مساحه كبيره جدا لو نكمل الحاله هنا كابتن، يعني هنا الكوره دي خدت شويه بيرسي تاو، الكادر ده يعني هو رجع لورا شويه وقف على الكوره، ولكن قبل دوت كانت المساحه هنا في خلف الباك الشمال عندهم يعني اللاعب الدولي تنزانيا حسين كان مساحه واسعه وفاضيه، مندفع هو دايما كده، فده من نقاط الضعف عندهم، احنا فعلا كان عندنا الدقه في الكرات دي كان ان احنا ممكن نشكل خطوره ونحرز اهداف كمان، كان في برضو اكتر من حاله بنفس الشكل خاصة ناحية الباك الشمال عندهم كان في مساحات كبيرة صحيح. جدا لو كنا لعبناها بشكل أفضل من كده كان ممكن نستغل الفرصة ونحرز أهداف أكثر يعني. جود لك، الحمد لله فوز الحمد مهم لله جدا فوز، وإن شاء الله الله نشوف أرقام أفضل المباريات القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا كابتن، ألف مبروك. شكرا كابتن، ألف مبروك. طيب هنطلع دلوقتي للفاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا كبار، أرجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال كنت بتتكلم على نقطه ردا على كلام الكابتن شريف، وبعدين جبنا بس هو عايز يستفز. لا 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 مش رد، لا 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 مش ردا على كابتن شريف ولا حاجه، بس وجهه نظري. لا انا عايز ارد عليه. لا 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 رد كابتن شريف، ده كابتننا الكبير يا حبيبنا، ده مدير كبير وده ما يمنعش. لا 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 شوف بس وجهه. لا والله انا عندي وجهه نظر، عندي وجهه نظر على فكره، بس خد بالك وجهه نظري دي تتماشى في الموقف ده في ماتش بره ملعبك مع فرقه بتكون بتلعب كوره كويس. انا معاك تمام، مش في كل الاوقات برضو، عشان ايه انا متفق معاك في حاجات ومش مختلف، بس ليه وجهه نظر مختلفه شويه يعني. انا اتفق مع كابتن شريف لو انت بتلعب ماتش عادي خالص، العب بمين؟ العب بكهربا ولا مودست؟ العب بكهربا لو ماتش عادي. ايوه تمام. طب لو ماتش في ظروف زي كده لربما في وقت من الاوقات المدير الفني بيبقى محتاج اللي على دكه البدلاء يبقى افضل من اللي جوه في الملعب. خد بالك. ايوه ليه؟ انا بلعب مع فرقه النهارده ممكن تلعبني جيم ضغط من اول الماتش طبعا. حلو، هعمل رد فعلي بعمل ازاي؟ مش بالضروره ان انا كل كوره هتبقى سبيد كاونتر اتاك وسبيد اتاك وعندي راس حربه، لا ممكن يبقى انا من ضمن التاكتيك ان انا عايز واحد طويل اشتغل عليه الكرات الطويل كرات العالم من ضمن الاوقات. أي. ليه؟ خد بالك مش في طول الماتش برضو، لحد ما يجي وقت من الأوقات خلاص يبقى انا بغير وبعدل خلاص الاستراتيجيه بتاعتي. أيوة. وبشتغل بقى الشغل الطبيعي اللي حصل، ممكن يكون متاخر شويه، ممكن يكون متاخر شويه نزول كهربا ونزول بقى مجدي قفشه ونزول رضا سليم ونزول طاهر محمد طاهر الناحيه الثانيه. خد بالك دي، ودي مدربين كتير جدا بيشتغلوا بيعملوها وبيشتغلوا عليها، يحط واحد طويل يبقى ده المان تارجت بتاعه، بيشتغل او المحطه بتاعه بيشتغل على الكرات العاليه، يقف يسند يلعب للي جنب، مش بالضروره يكون عنده سرعات، مش بالضروره، لكن الشوط الثاني في وقت من الاوقات ببقى محتاج بقى لعيب عنده سرعات. صحيح، زي ما حصل النهارده مع كهربا. انا سبتك تتكلم ها وما لا لا خد راحتك مش هنخلص في كل اللي انت بتقوله، بس بالضروره ان يكون عنده سرعات. ما هو بالضروره اللي يلعب في النادي الاهلي ده يعني بالضروره اللي في النادي الاهلي ده انه فهمته ثانيه يترجم لي هدف، او بالضروره يا كابتن شريف فهمت كابتن شريف او يا بالضروره الاقيه محطه يا اسامه. ايوه برافو عليك، الاقيه محطه قدام برافو عليك وسط الاثنين للسوبر شاددهم معاه ورايح بيهم لورا، مش بالضروره ابص الاقيه في نص ملعبي كمان. حتى انا عايز اقول لك حاجه، انا شفت اسامه انا شفت حسين الشحات النهارده في واحده كده ناحيه الشمال عمل كده وعمل كده وبص ويبص عليه يدور عليه مش لاقيه، يروح عامل كده وراجع تاني، مفيش سبورت مفيش تواجد. عارف يا بلال لو انت وجهه نظرك دي 100% تحترم ووجهه نظر المدير الفني تحترم، انما الافكت الفعل مش موجود، والفعل ده مش موجود مش النهارده، ده امبارح واول امبارح واول اول. انا بتكلم انت فاهم قصدي انا ايه؟ يعني ده مش حاله طارئه التوقيت ده مش حاله طارئه، مش بتكلم في العموم. لا ممكن اتكلم ولا لا؟ انا ثانيه واحده بس انا هخلص كلامي واتكلم اتفضل. انما اللي انا بقوله كويس
ان دام عندك البديل اللي هو يقدر يديني الحته اللي انا بحتاجها بلا اللي انت بتتكلم عنها اللي هي الضروره يبقى طيب. عنده السرعات دي. انا اسالك سؤال يا كابتن شريف معلش اسالك ليه عطل نفسي سؤال يا كابتن شريف معلش طيب انت النهارده عندك راس الحربه المان تارجت الثاني الاحتياطي كهربا لعبت بيه اساسي كويس خلاص اوجعت كهربا في ظل الضغط الشديد اللي بتعمله وسام عايز تنزل واحد عنده سرعات في الحته ده هتشتغل بمين ده نعمل تدوير لا هتشتغل لا اعمل تدوير احنا قلنا نلعب 4-4-2 لا خدت بالك ده انت عندك طاهر محمد طاهر نزل عمل الفرق وكان ممكن يجيب ضربه جزاء بكلمك كويس معانا بعض اللقطات الفنيه يا كابتن شريف عندك مليون لعيب في بوزيشن واحد اللي هو راس الحربه انا بتكلم على البوزيشن ده بيرسي تاو ده ساعات لو دخل لجوه ممكن يجيب طيب حكايه ثانيه غير الهدف معانا الهدف بدايه الهدف ماشي دي الصورة الأولانية. كويس. نسبة هنا بقى. ماشي. في زيادة عددية في نص الملعب من فرقة سم ولكن تقريبا بالزيادة دي معظمها خارج اللعبة انت كده ضربت خطوط. انت بص كم واحد من سم 1-2-3-4 ده في واحد بص الناحية التانية. والباك رايت حتى لسه ما رجعش وكان بيرتيتاو اسمه ايه ده مودست. واقف هناك وانجليفت هنا هتبقى 4-3 الصوره اللي جايه هتبقى 4-3 مين اللي خدها كامل. مين اللي خدها بقى التصرف الجيد جدا انك انت اللي احنا كنا بنتكلم والباس كلمك عنه ان في شوارع ورا الباك ليفت ده احنا على طول وانا قلت لك ايه قبل كده احنا لما كنا بنيجي نستغل ان احنا نعمل ثرو باس كان بيروح لمين لا استنى خليك لما كنا بنعمل ثرو باس كنا بنعمله لمين لمحمد هاني أي. يعني السويتشات بين مودست وبيرستاو مش موجوده دي المفروض الكره دي كان يبقى مودست موجود هنا وبيرسيتاو يخش لجوه مودست يطلع لبره يستلم دي وهاني جاي يروح حاططها له يعمل عرضيه ده ميكانيزم وجمل بتتعمل انما اللي حصل ايه دلوقتي حاجه فرديه جيده جدا راحت لمحمد هاني استغلها وعدى من الراجل بمهاره ولعب الكره بالعرض ما مودست اللي كان واقف بالظبط فين مودست بس مودست اهو مودست جاي من عند الوينج ليفت ايوه هو لحظه كده اقول كلمه يا كابتن اقول كلمه هم ليه بتوع نص الملعب بتوع سيمبا اتضربوا ما كلهم ماسكين بتوع نص الملعب بتوعك اللي جاي مين اللي خد الكوره ده لو كان خد الكوره واحد من الفراوده اقدر اقول لك ان هم غلطانين لكن هم اتضربوا لان نص الملعب محمد هاني جاي من تحت جاي من ورا ده جمله بتتعمل السلية عشان راجل خبره عاليه قوي لقى انه رفع عينه لقى ان محمد هاني ضربهم حتى مودتسي لما كان في النص راح على الراس حربه كان هيروح يجيب جول لو كانت عدت من اللعيب هي رجعت لكوكا لا هات لي من الصوره بدايه من وهاني بيحط رجله في الكوره انا عايز اوريك كمان لا راحت لهاني كمل ادي الكوره نكمل كمان السلايه راح كل ده اتضرب عشان هاني عدى تخطى اللعيب كويس بس كمل كمان تعالى بص كمل كمان صوره خلي بالك في الكادر كوكا مش باين لحد خليني بس يا كابتن اكمل لك اقف بقى هنا اقف نكمل بقى هو بص يا كابتن ادي مده صفادي لو اتعملت شيب باص هتروح له ادي بيرسيتاو موجود التوزيعه بتاعتك كانت احسن من توزيعتهم علشان كده انت جايب الكوره من محمد هاني وخلي بالك قدرات خاصه من محمد هاني ان تخطى الباك كمان صح. وراح بقى فاق 1-2-3-4 على كام 4 اهلي على 3 سيمبا بص الثلاثه اللي دول متضربين لا 4-3 يعني محمد هاني معدي الجول صراح مكانه كويس بيرسيتاو راح مكانه كويس واحد على القريبه اهو بيرسيتاو لتحت واحد على البعيده وكوكا مكمل فهجمه بشكل كويس منظمه فكره عملها عمرو السوليه بداها محمد هاني ان تايم طلع في الوقت المناسب وخد التشيب باص وحط الكره تحت رجله وتخطى وكوكا جه من ورا وحتى مودتس كان رايح على الجون لو اتعملت عليه كان ممكن يدخل يجيب جون بدماغه بس لو يرجع لنا الصوره دي يرجع بس الصوره ممكن نرجعها بعد اذنك يا زجار ايوه ماشي محمد هاني هنا تصرف فيها كويس قوي تخطى كويس قوي طبعا لكن التصرف العرضي كان لازم مش احسن تصرف يا تروح لبيرسي بيرسي تاو هو يعني هو محمد هاني التصرف الاولاني هايل اللي هو اللي راح في ان تايم ورقص الواحد والمدافع كويس لكن العرضيه او تروح لمودست لولا عدم ما رفعش راسه وكده عولا عدم اجاده السردباك بتاع يطلعها بسهوله جدا هو طلعها في اتجاه الجون اللي هو السردباك هو لعبها في اتجاه هو كان الاصلح كان مودست بيرسيتاو لتحت كده كان بيرسيتاو دخل وحطها بس هي هو الجميل قوي في الكره دي انه في عدد مناسب يعني بيرس 4-3 وحسين الشحات زياده عدديه لصالحنا وكوكا طلع
يعني شجاعة قوي في الكرة دي انه كمل بالطريقة دي، ولولا وجوده ما كانش تابع وقدر يجيبها جون. فكوكا وهاني طبعا ليهم تأثير في الكرة. نخش على الحالة التانية. ماشي، دي كرة في نص الملعب، دي كان الاستحواذ معانا. ايوه يعني لو عايز منها دي هجمة مرتدة. يعني احنا هنستلم الكرة وهنعمل هجمة مرتدة. ده كان في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 7 وشوية يا كابتن عادل. ماشي نكمل. راحت كويس. لا لا لا، هات الصوره اللي قبلها، هات الصوره اللي قبلها. واضح ان هم على طول مضروبين في يعني الكرات المرتده العكسيه. احنا قلنا الكلام ده كتير قوي من بدايه الماتش، وهو ده اللي كان بيلعب عليها مستر كولر، انه يقفل في نص ملعبه ويستحوذ ثم يلعب كور في المساحات الخاليه. هنا تحرك اعتقد ده مودست اللي هناك اللي كان عايز يجري من ورا الباك. هي دي الطبيعي لو اتحطت من حسين الشحات في توقيت مناسب. انا ما اعرفش، بس هو الصوره اللي بعديها هل هي كده تبقى انفراد 100%؟ هو نزلها للسليه، هو نزلها. هي الطبيعي كانت تتلعب لمودست وهو بيقطع من خلف الاربعه المدافعين كده، كان يبقى انفراد. هو يمكن رجعها للسليه، وما اعرفش بقى هي كملت ازاي في الاخر، لكن هي كانت المفروض تتلعب واحده. يعني رجع الصوره دي بعد اذنك يا زجاله. ممكن ترجع لنا الصوره اللي فاتت بعد اذنك؟ اهي هنا بيرسي مودست مش اوفسايد. لا مش اوفسايد، لا بيرسي اللي اوفسايد، بيرسي اللي اوفسايد، لكن مودست مش اوفسايد. لو اتلعبت في العمق على الارض كده، على الارض او في العمق تشب من ورا كان راح انفراد. هو فضل ان يلعبها لتحت لعمرو سليه فتعطلت شويه. طب اللقطه اللي بعدها، اي اللقطه اللي بعدها يا كابتن عادل؟ يعني انت واقف وقفه كويسه، يعني الناحيه الدفاعيه بتاعتك الثلاثه، شوف اقف كده لحظه. بص دي اللي في الدقيقه 13 اللي قال عليها كابتن شريف. اول حاجه اول حاجه اول حاجه لازم تتكلم على التنظيم الدفاعي بتاعك انت. بص الاربعه بتوعك عاملين ازاي، وحتى رجوع محمد هاني بوشه كان لا لحظه، ارجع لحظه بس نتكلم على التنظيم. انت وقفت كلك تحت الكوره، واقف بخطوات كويسه قوي. اول ما خطفت الكوره من ناحيه الشمال جري بيها علي معلول قدرات خاصه. بص كان فين، كمل بقى، بص كمل بقى علي معلول هيخش بيها جوه اهي. لو كانت عدت لمودتس كان ممكن يجيب جون سهل. يبقى هنا يعني هنا يبقى مودتس بيتحرك، التحرك بتاعه كان تحرك جيد طبعا، لانه جه من تحت. ممكن لو اتعملت له، لو علي معلول واخد له يجي 80 متر مثلا، لو علي معلول حطها على الارض كويس كانت ممكن مودتس يحطها. يبقى هنا ايه التحرك بتاع علي معلول على اكمل وجه، انك انت كنت عامل زون ديفنس. وبعدين الاهداف اللي عملها مستر كوره النهارده، اول ما تقطع الكوره تروح. انا عايز الصوره دي، الصوره اللي قبلها بعد اذنك يا زجاله مره تانية. بس كويس قوي. هما مين الاثنين اللي مكملين في الهجمه؟ هو علي معلول ومودتس. ما هو بص يا كابتن ايمن، عايز اقول لك حاجه. انت كنت كلك تحت الكوره، كل اللعيبه تحت الكوره. فاول ما قطعت، مين اللي قطع؟ علي معلول قطع بقدره خاصه وكمل بقدراته الخاصه. مين اللي لحقه الوحيد؟ مودتس. لسه لو انت الكادر مفتوح هتلاقي لسه لعيبتك هتيجي. فهنا مودتس اتحرك كويس، علي معلول اتحرك كويس، ولكن الفينيشنج بتاع علي معلول كان فيه شويه يعني اجهاد. والواد قرب عليه، والواد كمان قفل عليه. يعني بص يا كابتن، لو اتلفت من ورا الباك كده كانت راحت لمودتس على الستة يارد. يبقى مودتس اتحرك كويس، علي معلول اتحرك كويس، هجمه كويسه، كنت تحت الكره قطعت، عملت هدف بيها كويس. صحيح. يعني احنا عايزين تشوف كل المساحات ديت، وهنا في مصر مش عايز تلعب ضاغط عليهم، ده انت لازم تضغطهم من قلب الجول. لا هو اسلوب لعبه هيختلف طبعا، بس انت لازم تضغطهم. بس ايمن عندهم عدم اللي بنقول عليها اتزان الدفاعي، اللي هو الجانب العكسي، مش شايفين خالص. مش يمكن كانوا بيهاجموا يا كابتن اسامه النهارده؟ مش يمكن هم عشان في على ملعبهم لا 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 عاوز يهاجم؟ لا طيب ما ماشي بقولك. دي ساعد. طب ما بقول لك، بص طب هم عملوا معاك كده الماتش الثاني هنا يا كابتن حبيبي، فهمني. ماشي، هي دي فيها جزء طبعا ان هو بيهاجم، لكن حتى لو دافع واضح ان عندهم اساسيات في الدفاع ما بيشوفوش. شوف الاحصائيات بتاعتهم، هات لنا اللعبه دي من الاول. معلش هات لنا اللعبه دي، بس هم عندهم الدفاع في هم عندهم زياده عدديه، بس
بس مع الوداد لعبوا الوداد كسبوهم عادي. معانا اللعبه دي ماشي نكمل. هي دي كانت ركله ركنيه لينا ماشي. هات الصوره اللي بعدها. هم عندهم زياده عدديه في ال 18. ممكن يكون التنظيم الدفاعي بتاعهم غير جاي. ما انت كتير برضه يا كابتن. كابتن بلال ايوه انت عندك زياده عدديه. انت 8 كويس. الكره دي هتروح لبرسيتاو على ما اعتقد. هيلعبها بدماغه. اه اللي حطها دي اللي عملها برضه علي معلول. ده اللي عملها علي معلول لبرسيتاو يعني. صحيح. بص خد بالك يعني ما فيهاش تاكتكس كتيره كابتن، بس هو الفكره كلها في الكرات اللي زي دي كانت كورنر في الاول ليك. ايوه تمام. وانت كان عندك زياده في ال 18. انت خد بالك انت لعيبه الهجمه ما خلصتش، بس انت اللعيبه كلها خلاص رجعت بعد ما الكره ارتدت تاني لعلي معلول. اللعيبه بتاعتنا كانت رجعت. هو بس مشكلتهم زي ما احنا قلنا، او مشكله الافارقه بشكل عام، او مشكله خد بالك افريقيا حتى. خد بالك حتى احنا المصريين هنا عندنا مشكله كبيره جدا في التمركز. ايوه مشكله كبيره جدا. خد بالك حتى احنا في منتخب مصر كمان، انت مباراه كرواتيا كوارث في التمركز، كوارث في التمركز. فالنهارده خد يعني افضل حاجه تقدر تشتغل عليها الكرات العكسيه. الكرات العكسيه مهمه جدا 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 لكل يعني، وانت بتلعب اي فرق من افريقيا بما فيهم حتى سان داونز كمان. أيوة. اللي عنده امكانيات وقدرات خاصه. بس الفكره كلها يا كابتن ايمن في طريقه اللعب اللي انت بتلعب بيه، اسلوبك في اللعب هو ده اللي بيفرق فرق عن فرق. في فرقه اسلوب ضغط عالي، في اسلوب فرقه بتلعب زون ديفنس، في اسلوب فرقه بتلعب تلتين ملعب، في اسلوب فرقه بتلعب اول ما الكره تتقطع. خد بالك اول ما الكره تبدا بتبتدي تضغط في كل مكان في الملعب. يعني بتختلف من مدير فني لمدير فني خد بالك، ومن كواليتي فرقه لكواليتي فرقه ثانيه مختلفه. يعني انا النهارده ممكن يكون لعبتي ما بتضغطش جامد جدا، بس أيه. لما بتجي لها كوره تقدر تشتغل كويس. اللقطه دي كده بص بقى، احنا لحد دلوقتي ما ضغطناش. اوكي هيكمل، نكمل الصوره بقى نكمل. بص الضغط كان فين؟ من قدام على الدايره. على الدايره يعني. طبعا الكره دي اتخطفت. نكمل. بص بقى دلوقتي انت رايح فين؟ رايح 3 على 2. طبعا هو خد بالك، هو لو بص الناحيه الثانيه جول حسين الشحات. بالظبط لو بص هو اتصرف هو اتصرف فيها يعني. بص الناحيه الثانيه جول، كان في تصرف افضل. طب. ان الكره تروح لحسين الشحات. لا قتلنا ثاني، قتلنا ثاني معلش. كويس كده. ده هو حسين الشحات. ده مش كده، ده السولية وده مودست. مودست في اللقطه دي ما عندوش السرعات الكافيه. بص يا كابتن انا في الحته دي حسين الشحات هو الافضل. خد بالك بتذكر ان الكره دي بنالتي. دي اللي احنا قلنا دي اللي شاكين فيها بنالتي. لا هي بنالتي، بس خد بالك يا كابتن انا لو انا لو من السوليه خد بالك هروح بالكوره كمان. هروح كمان ممكن اشوف. طب خد لو جات لي فرصه ارجع معلش تاني ورا. ماشي هات لي الكوره قبلها. ارجع تاني ورا. الصوره اللي قبلها انت عارف انت لما بتيجي. لا 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 الكوره مع السوليه. عارف يا كابتن. ايوه كده. بص يا كابتن عارف لما تيجي تلعب بلاي ستيشن. خد بالك صح، وبتستنى صح. الخطوه فرق السرعه عشان يا تحط زميلك قدام يا تروح انت. فاهم قصدي؟ هي دي الحته. هي اللقطه يعني لو السولية راح سنه كمان يا مودست خد بالك التاني مغطي راح يعني. حتى لو لو مودست عدى السنتر باك ده التاني مغطي فيقدر يبقى يروح انفراد احسن من كده. هو لما لعبها هي دي ضربه الجزاء. لو جت لو انت جات لك الكره دي كنت هتعمل ايه؟ هتروح ببطن رجلك دايس واخدهم كلهم في ظهرك وانت فاص منك. بس خد بالك كابتن هنا هو متاخر شويه عن السنتر باك. يعني الباص نفسها كان ممكن يستنى يديله توقيت مناسب. بقول لك ايه، دي السرعات اللي انا بكلمك فيها يا كابتن شريف. لا غير كده يعني بلال كلامه مظبوط في جزئيه ان السوليه ممكن يمشي بيها، بس هو خلي بالك مودست بوشه والمدافع بظهره. ده استلامه يعني يعتبر كده لو اتلعبت في مساحه المفروض مودست هو الاسرع. كنترولنج الراجل واقف بوشه كله في اتجاه كابتن اسامه. انا والتاني رايح جري. كابتن اسامه انا النهارده كابتن اسامه انا مع 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 كابتن ايمن وكابتن شريف. كابتن شريف سريع حط له في مساحه. كابتن أيوة ايمن بطيء على حسب رجله. على حسب اللي انا اقصد كابتن ايمن هديله معلش انا اسف. طب اذا الحكم حسبها بنالتي يا كابتن كان ايه اللي هيحصل يا كابتن عادل؟ مش دي بنالتي؟ كابتن عادل بنالتي. انا النهارده انا وانا بلعب في الملعب لازم اكون حافظ زمايلي كلهم. طبعا القدرات بتاعتي عامله ازاي. انا مثلا ما انا بقول لك كابتن شريف احط له خلاص احط له بينه وبين لعيب 3 متر. ليه؟ عشان ما يزنقوش. انا فاهم. فاديله مساحه يجري. احطها لكابتن ايمن في رجله. ليه؟ عشان هو عنده مهارات نفسه عملها الهاني عملها له طويل عشان كان سريع. هي كرة كده. لكن انا اسالك سؤال يا فاهم قصدك يعني مش بالضروره كل نفس الكوره تتلعب لنفس لنفس اللعيب نفس الطريقه. لو الحكم كان ادى الكوره دي بنالتي كنا قلنا
ولا حاجه. تحرك مودتس كويس ولا لا؟ طبعا اتصرف. لا هو تحرك كويس، هو تحرك طبيعي وعدى كويس وياخد بنالتي. هو خد بالك انا بغض النظر عن اي حاجه، هو تحرك طبيعي. بحلل اللعبه دي مش فكره كويس او مش كويس، هو تحرك طبيعي. بس احنا بنتكلم الافضل للكوره دي كانت تتلعب بأنهي طريقه؟ حسين الشام بالظبط. يا يروح هو كمان سنه، عارف لو قفشه، عارف لو قفشه، عارف لو قفشه كان ممكن يعمل. لان قفشه بظهره كان لعب، قفشه بيعمل لعبه حاجه قبل ما بيجيله الباص، الرؤيه قفشه الرؤيه بيشوف عمرو السوليه من اللاعبين اللي بيتمركز، ما بيمشيش بالكره كتير، عشان يطلع الباص بتاع السوليه صح دائما لازم يبقى عنده ثبات شويه. صحيح. مش بالجري. طيب هات لنا بقى كور بعض المواقف اللي علينا احنا بقى. ماشي، انت تنظيمك الدفاعي هايل دلوقتي. كويس، نكمل كمان. لا نكمل اللعبه. ماشي. بس ده اوفسايد. ده كان اوفسايد، كان اوفسايد بحوالي، دي كانت اوفسايد. اوفسايد وراح حاططها بره فوق العرض، اللي هو رقم 38 اللي بنقول احسن واحد فيهم يعني. بس الكره في التسلل كانت اوفسايد. اوفسايد. انا عايز اشوف الكره دي تانية يا كابتن ايمن من الناحيه دي. لما تتلعب هتلاقي اللي خد الخطوه محمد هاني كان هايل فيها، حتى عشان يكسف الاوفسايد. الصوره اللي بقى دي، بص الوقفه دي. عارف لو كان محمد هاني كان راح ضغط علشان يقطع على رقم 10 كان غطى الاوفسايد. لكن بص الوقفه بتاعتك الاربعه، المساحه ما بين كل واحد 10 متر، صح؟ ما بين علي معلول ومنعم 10 متر، صح. ما بين منعم ورامي ربيعه 10 متر، ما بين ربيعه ومحمد هاني 10 متر. وقفه مثاليه. انا شايف ان ده تنظيم دفاعي جيد. وقفه مثاليه 100%. طلعت الكره اوفسايد. صح. عارف لو الكوره، لا بص الوقفه دي بتعمل ايه. عارف لو الكوره اتحطت، لو ده مش اوفسايد انت هتقطع. ليه؟ لان المساحه العشرات دي عقبال لما تتعمل يروح واحد يروح يحط رجله. فكانت التنظيم الدفاعي هايل. ماشي، احنا برضو خلي بالك التنظيم الدفاعي عندنا جيد لحد دلوقتي في الصوره دي. نكمل لحظه واحده نثبت بقى. احنا هنا عندنا ثلاث لعيبه من سيمبا معاهم ثلاثه من النادي الاهلي. محمد هاني ده اللي ناحيتنا مش كده؟ كويس. محمد هاني وحسين الشيخ، هاني رامي منعم معلول. كويس قوي. وفي ثلاثي في نص الملعب اهو. ايوه هو انت محتاج ايه؟ محتاج لما يبقى في باص زي ده كده بيتلعب للعيب ده، استنى، ان الديفندر بتاعك يكمل معاه، ما يسيبوش يستلم براحته كده. لما بيستلم براحته، بص راح استلم براحته بقى زياده عليك، انت بقيتش عارف دلوقتي هتمسك الراجل اللي معاك ولا تمسك الراجل ده. دي الكره اللي اتعملت 1 2، دي اللي اتعملت 1 2. خدت بالك؟ عرفت اللي ضربنا فيها. ايه سبب ان الراجل ده راح استلم فري خالص، فبقى زياده عدديه عليك. لو انت كدفندر يا احمد، صح، اللي جاي من نص الملعب هو زياده. لو انت دي غلطه عملها، لازم يكمل مع تتكلم مع الديفندر ده. الديفندر لو كمل مش هتبقى عندك المشكله، ولا ده ليه يلف بظهره ويبقى يلف بوشه وتلاقيه جاي لك عامل زياده عدديه. هتلنا تاني، معلش، دي اخطر كوره. دي اخطر كوره كانت علينا في المباراه كلها. ايوه كده، ماشي. بص بقى اي حد بيسقط يا اسامه بيستلم فري كده بيعمل لك ماشي. بس احنا عندنا زياده عدديه كويسه. اولا ان ثلاثه يبقوا على ثلاثه في العمق كده عادي في الكوره، حتى في العالم كله مظبوط. بس هي الوقفه، انا شايف مين ده اللي هنا فاتح ده هنا؟ مين هاني؟ هاني، هاني ولا مين؟ هاني، هاني بعيد. كان هاني كان لازم يدخل لجوه ورا رامي. هو الزياده ورا رامي، جنب رامي يعني. هو يعني بس طبعا زي ما عادل قال فيها مسافه بتاعه 7 8 متر. يعني لو هو دخل كمان 5 6 خطوات عند القوس، عند القوس، صح، عند القوس بس على خط رامي. كان قفل معاهم في الزياده دي. صح. لكن شوفها بقى لما تتلعب 1 2. بص هاني لسه بعيد ازاي. هات لي الصوره اللي بعدها. بص بقى لما تتلعب، خليه يكمل، خليه يكمل. بص هاني ما زال بعيد، بص خليه يكمل. كان لازم يقرب. بص هاني لسه بعيد فين. لكن لو هو من الاول هناك كان هيبقى مقرب عليهم. يعني قاعد هو ممكن يقطع كمان. طبعا. طبعا. بس هو في نقطه يا كابتن اسامه، في هنا انت دلوقتي حته النزول والحاجات دي. انت بتعمل ايه؟ انت لا تلعب على مساحه، لا تلعب على مساحه، لا تلعب على مان تو مان. بيفضل السرد باكات كلهم لازم يلعبوا على مساحه، لانك لو نزلت مكانك يفضل اللي جاي من تحت، اللي هي زي بتاعت محمد هاني. فانت بيفضل اللي يجي زي ما الكابتن شريف قال، اللي يجي من نص الملعب ماشي. هو يكمل مع لعيب نص الملعب بس برضه هاني بعيد في الكره. هاني، لا ما هو هاني بعيد جدا يعني. انا متفق معاك. هات لي الوان تو، هات لي الوان تو وهي بتتلعب. معلش هات لي الصوره اللي قبل دي الوان تو. نكمل، نكمل ماشي هنا. كويس، محمد عبد المنعم زي ما قال لك لازم يكمل مع الراجل ده. هي دي اللي اتعمل.
كان وعبد المنعم ايه؟ لا فرق ما بين وعبد الصور برضه يتعمل طبعا طبعا في فرق ما بين الصور والفيديو شويه. انت لو شفتها وهي سريعه هتلاقيها ثانيه بتبقى اجزاء من الثانيه. الصور عايز اقول لكم على حاجه، عايز اقول لكم على حاجه، عدم التركيز في الحاجات دي كلها، الجو العام اللي هو في الملعب بيأثر على اللعيبه، وبنديهم جميع الاعذار. احنا مش بلاستيك، دول بني ادمين يعني. الدرجة الرطوبه دي يا طبعا عاليه جدا يا كابتن، بتخلي الواحد خلاص بيخدل وبيعرق طول ما هو واقف. خدت بالك احنا كنا في الاوتيل بنتخنق. ده الدربة الجزاء بتاعنا بقى. لا دي كره بتاعت ضربة الجزاء بتاعتنا. لا لا لا, لا دي بره. لا انا مش شايف ان هي بره. ده طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر بس بره. بس دي اللي انتوا بتتكلموا عنها ان هي فيها ضربة جزاء. ماشي خطفنا الكره وكملنا. ده في الدين لا ده ولا الحكم ايه؟ كهربا كهربا حلوه قوي لطاهر في الحته الفاضيه. شفت كهربا لما نزل الدنيا عملت ازاي؟ وراح على الجون وكان هيجيب جون. والله بص الخط ده ممكن يا كابتن لو هي الخط بيحسبوها الحكام. لا احنا مش بص على رجله. لا لا مش على لا بره عادل رجله بره الخط. اللاين مان ما اداش بره الخط باتنين بيارد. بس هي فاول ولا مش فاول؟ اه فاول. لا لا اللاين مان ادى ولا الحكم ادى ولا الحكم. الفار ليه لغاه؟ لانها شافها من بره. والله وعايز اقول لك على حاجه، هو الحكم فين؟ بس خد بالك الكره دي برده فيها سنة. يعني فيها سوء تصرف من طاهر طبعا. كان ممكن يتصرف يعني. كانت ملكه بتاعت الكوره دي، كانت ملكه التطويله بتاعت الكوره دي شيلها اقل يعني. بص انت هنا خلاص انا مش محتاج واحده وكان لعبها القفشه محتاج. أيوة. اروح برضه سبرنت اللي هو بتاع 20 30 متر. انا ممكن واحده الثانيه واحطها بالعرض جوه. لا قفشه قفشه من هو قفشه جايه على قفشه مكمل. زق الكوره زق الكوره 20 متر شويه. اه طبعا فده مساحه بقى للسنتر باك ان هو يشترك معاه ويروح معاه في سباق سرعه. فاهم قصدي؟ انما اللي هو راح بكره واحده واحده اعتقد كان ممكن تبقى سهله. لا الكره دي اللي انت قلت استلمنا الكره فيها خد بالك في نص الملعب وابتدينا نعمل باص. دي كره زهقنا الفرقه حلوه قوي. لحظه هات لي الكره بتاعت قفشه من اولها. معلش هات لي الكره بتاعت قفشه بس كده. اثبت بقى نثبت بقى لحظه واحده. انت لحظه لا انا بتكلم ولا واحد ممسوك منه. برافو عليك. انا بقى عايز اكلم الكابتن شيف في النقطه دي. انت كنت بتشوف فرقه سيمبا لا طب في الشوط الاول لا لا. عشان بنقول الاجهاد البدني اثر عليهم الشوط الثاني. طبعا كنت بتشوف فرقه سيمبا مديالك المساحه دي في نص الملعب الشوط الاولاني. لا 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 ثانيه واحده. وانت ما كنتش بتتكلم ثانيه واحده بعد اذنك بيتكلم بيقول لي انا فيش المساحه دي. بقول لحضرتك ايه انت بتسالني على كنت بتشوف فرقه سيمبا. لا انا ما كنتش بشوف فرقه سيمبا بالكواليتي ده باللعيبه دي يا كابتن. لا موجود اللعيبه دي اللعيبه دي اللعيبه دي اللي انت شايفها لعيبه كورة باص باص. أيوة. لقوا نفسهم هم اجهدوا بدنيا شوط تاني وتجهدهم 50 سنه لو معاك اللعيبه دي. وانت كل واحد كره القدم ما هي الا ايه؟ تسليم وتسلم والفرديات اللي احنا جبنا منها الجول. فكل واحد عنده شخصيه في الملعب بيقدر يبثها يا ايمن في الملعب. وطول عمرنا احنا بقينا في النادي الاهلي ومنتخبات مصر بايه؟ كل لعيب بشخصيته، كل لعيب بادائه، كل لعيب اللي بيديه. أيوة. اللعيبه دي بتدي. واحد زي قفشه ده وصل لمنتخب مصر النهارده بيلعب قدام كرواتيا بيحطوه جنب مورتج كويس في الاعلان اللي هو عن المباراه. فانا عايز افهمك على حاجه، اللعيبه دي اللي موجوده هي اللي بتدي الاداء ده كمان. انما انا ما اجيبش حد يعني ناقص التسليم والتسلم. الدنيا عنده مش ما بتكلمش على لعيب واحد، انا بتكلم على العموم كله. الرطوبه مأثره عليه، فلازم لما حصل التغييرات انت شفت المنظر ده، انت شفت الشكل ده. فانت ده اللي انا دي الحته اللي انا بقول لك عليها من صغر. انت عندك كواليتي يقدر يخليك متحكم في زمام الامور حتى لو هم البدني بتاعهم كويس. طيب نكمل الكره اللي بعدها. خلاص كفايه بقى. ايه دي يعني؟ دي بتاعت ايه؟ انفراد كهربا. برضه معلول لقفشه. وقفشه نزل ربع ساعه حرك الملعب. ما هو قفشه بص يا محدش ينكر ان قفشه من اكتر ناس بتعرف تعمل استحواذ، واحنا كنا بنقول ده في الشوط الاولاني، ولكن ده لا يمنع اللي احنا اتكلمنا فيه ان فرقه سيمبا صح. مع الوقت وقعوا بدنيا طبعا بقوا نبص سبعه ثمانيه مضروبين وفي مساحات كبيره مزبوط. فدي ساعدت كمان اكتر اللعيبه اللي نزلت. عارف اقول لك حاجه؟ اهو ده نجاح كولر النهارده. طبعا نجاح كولر طبعا ان هو اجهد الفرقه وتم. الحاجة التانية المهمة كابتن، عاوز أقول لك حاجة. دائما الناس يا كابتن يقولوا إيه؟ دائما الناس يقول لك إيه؟ أوعى وأنت كابتن أسامة مدرب كبير وعارف، أوعى تتكلم على تشكيل مدرب بيحطه في الأول، عارف تتكلم أنت ما بعد المباراة لما يكمل لا بعد الفكرة.
دي فكره، الفكره عايش لها المدرب. ايوه بس ده لا يمنع انه احنا كجمهور لا يمنع بصفه عامه بقى. ايوه طبعا يمنع ان ممكن واحد يحط لعيبه غلط. ممكن. طبعا يا كابتن. ما هو ما فاكر مستر مانويل يتحمل. انت عارف انا كان بيغير بعد 10 دقايق. بص يا كابتن، انا ليه كنت بقول للمدرب اللي بيدرب في النادي الاهلي محظوظ جدا، عارف الحظ بايه؟ واديك جربت في انديه كتير، وانا جربت في انديه كتير، لان عنده حلول كتير. لا وغير كمان دي يا كابتن ايمن، الجو العام انه بيعمل ما بداله. مزبوط. فكره ورا فكره ولا فكره اللي بينجح فيها بيتقال له ولا يتقال له كويس ولا يتقال له وحش، واللي بيفشل فيها ولا بيتقال له كويس بيتقال له امتى؟ في اخر الموسم. فالمدرب عنده ثقه يشتغل طبعا ويجرب ويحاول وينجح لعيبه. اقول لكم حاجه تانية مهمه قوي، اللاعبين المحترفين اللي بتجيبهم اهم نقطه للمدرب المحترف انه ينجح صفقاتك. طبعا. عارف ليه؟ عشان الصفقات دي مال واقتصاد. كره القدم بقت اقتصاد يا جماعه، كره القدم بقت اقتصاد. انت لازم تنجح كل صفقاتك ولازم تنجح كل لاعبتك علشان في وقت من الاوقات هتبيع وتشتري، هتبيع وتشتري. هي الانديه الكبيره كده. طيب انا بس انا في اللقطه دي بس انا عايز اقول لك ان قفشة عنده رؤيه في التمرير وكهربا وقف كويس عشان ما يتكسرش له شويه. بس في نقطه بقى خطيره اللي احنا بنقولها على فرق افريقيا ومنهم سيمبا، عشان كده انا بقول لك هنا لازم نضغط عليهم. بص حاجه اسمها لا ارجع بالصوره اللي فاتت، ارجع بالصوره اللي فاتت. في حاجه اسمها ما هو الدفاع ايه؟ الدفاع ايه؟ ضغط، رقابه، تغطيه، واتزان اللي هو الجانب الاعمى اللي احنا بنقول عليه. بص الناس هناك مضروبه ازاي. كهربا ضارب الديفنس كله، ما في الباك ليفت فين؟ الباك وطاير رايح لوحده. لا الباك موجود، الباك ليفت مش موجود، والجناح مش موجود. التوازن اللي هو الاتزان بتاع مزبوط. المدافعين مزبوط. في اي كوره عكس اللعب هم مش شايفين. صح. هم مش شايفين، فعندهم الاخطاء دي. ده كان الشوط الثاني يا كابتن. ده في الاخر، ده في الدقيقه 90 حتى في الاول ولا 92 حتى في الاول. طب كره تهاني وكره لا النتيجه خلاص دي طبعا النتيجه يا جماعه بعد التغييرات. كابتن بلال دقه كبيره من قفشه. لو كملنا بقى طريقه تعامل كهربا مع الكره دي، انا شايف ده افضل توقيت ان كهربا وجول طالع عليه وفتح له الجول يحطها. طب نكمل بعد التوقيفه الاولانيه، وخصوصا ان هو الكره في حوزته مش بعيد عنه. بلال الجوان كنت عملتها في البعيده دي، ما كانش محتاج، ما كانش راح يروح لغايه عنده يزقها كمان. مش محتاج انه يزق، خد بالك، لان الجول طلع له خلاص. بص يا كابتن، ساعات في لعيب يعمل ايه، في ساعات لعيب لما يحس ان الجول قرب بيبقى عايز يفتح الملعب شويه فياخد زاويه يعملها تشيب من فوق الجول، واخد بالك، او يحطها في البعيده بالراحه. انما في التوقيت بس كده، ده انسب توقيت انك تجيب في جول. انسب توقيت انك تجيب في جول. خد بالك، انت حتى لو لعبت كره بالراحه مش بالجنب والجول طالع، لان الجول بيبقى امبالانس. صح. تمام. صح. عارف هو بيجري. مظبوط كده. فاي حاجه يا تيجي فيه هو يتخش جول، يتخش جول. بس الجول نجح هنا في ايه يا بلال بقى؟ نعم يا كابتن، الجول هنا نجح فيه. خرج كهربا بره. اول ما كهربا هو بص البصه الاولانيه، اول ما حط رجله في الارض، اول ما حط دماغه في الارض وبدا يزق راح له. كابتن، ما هي الحاجات دي ما ينفعش تحط دماغك في الارض. طبعا انا انا ببص على الكوره وببص على الجول، يعني في نفس التوقيت اللحظات، وهو طالع ممكن، وهو لو هو نازل على الارض من فوق الجول كده بالراحه. صح. حطها في البعيده. صح. فاهم قصدي؟ لو عايز بقى تعمل الكلام ده، يعني لو عايز تعمل تستنى، ما تروحش كمان، يعني لو مش عايز تلعبها مره واحده تستنى. مزبوط. تستنى سنه ويبقى عندك برده كل اللي بس هو كهربا بعد قوي. هو لا هو خدها لبره يعني. ايوه يعني هو بعد. بص يا كابتن، طلع لبره قوي، صعب قوي هنا. بص يا كابتن، هنا ده توقيت صعب. طبعا صعب جدا، توقيت صعب جدا. المساحه خلاص كهربا صعبها عليه. مظبوط. والحاجات دي ما بتجيش كتير في الماتشات، يعني كام فرصه جت زي دي النهارده للفرقتين؟ ولا فرصه. هي الفرصه الوحيده اللي جت للفرقتين دي. فرصه ثانيه برضو؟ لا، في فرصه دي بتاعت دي اللي كهربا عمل فيها شغل فردي كويس قوي. بس مش بس مش انفراد قوي كده. كفايه فاس برضو. فاس. انا معاك هنا. انت يعني قصدي الدبل باص. لا هتالي الدبل باص اللي اتعمل ليه مكان شريف برضو. صعب. ما كانش عنده الاريحيه ان هو يبص على الجول ويستنى. الكره دي انت سقفت له فيها كابتن بلال. لمينك. تعالى لي بقى في الكوره دي. انت سقفت الكهرباء في الكوره دي. كلنا. كوره حلوه قوي. حلوه قوي. وبلال سقف. بص الراجل، بص حلو قوي. راجل فوتبولر، راجل حافظ المكان، ليه حضور في المكان، راجل عنده رؤيه.
ده انا كنت كمان من هنا قلت هيروح عاملها بليت في البعيده كده وهو ماشي هيفاجئهم يروح حاططها له في البعيده بس الراجل قفل عليه الظهر فراح حاططها من رجل الراجل كويس ولو بقى هو ها عضلاته راح مريح على الواد اللي هناك ده وراح عاملها ببطن رجله كان الدنيا كانت اتهزت كلها كان انت عارف يا كابتن شريف زي ما انت بتقول كان محتاج فعلا يسند كده ما يلعبهاش يعني بادي بيلد هنا بادي بيلد وراح عاملها ببطن رجله بين رجله من الناحيه الثانيه كان هيبقى جول 10 على 10 صحيح شوف بقى الكابتن كنت عايز اقول يا كابتن عاد لا كان ياخد بنالتي بس ما قلتش كان في الكوره دي ياخد كل حاجه بس عماله نصر عباس كهربا عماله كوبري جميل جدا صحيح بس ايه رايك استنى عشان معانا الكابتن نصر عباس ماشي طيب احنا هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل زميل العزيز كابتن نصر عباس خبيرنا التحكيم الدولي للحديث عن طاقم التحكيم النهارده بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن نصر عباس مساء الخير يا كابتن منور مساء الخير عليك يا كابتن تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي تحياتي لنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن اسامة عرابي كابتن عادل ابو الرحمن كابتن بلاغ شلون طيب يا كابتن شلون طيب مبروك يا كابتن مبروك النادي الاهلي كابتن ايمن على الفوز ان شاء الله نبارك له في المباراه القادمه ان شاء الله طاقم التحكيم النهارده كابتن ايمن سريعا كده بنتكلم على الحكم الجنوب افريقي هو حكم من حكام النخبه مصنف أدار في بطولة الأمم الأفريقية مباراتين في دور المجموعات وأدار في مباراة في دور 16 كابتن شريف يعني لعب ثلاث مباريات في بطولة الأمم دحان بيه ده الحكم الفار وده أيضا أدار تقريبا أربع مباريات يعني الحكمين مصنفين في النخبة يعني عايزين نقول إن هم يعتبروا أفضل حكام النخبة نروح للمباراة النهاردة كابتن أيمن وإحنا دايما كابتن عادل بنتكلم على لقطه بنجيب لقطه كابتن شريف وبنتكلم على اللقطه نجيب لقطه ومثله انا اللقطه بنتكلم انا عامل النهارده مقارنه جميله جدا يا كابتن اسامه وبنقول لك ان الحكم دايما هو اللي بيديك المعيار احتساب المخالفات يعني هو اللي بيقول لي وانا قاعد بتفرج كابتن شريف دي تتحسب ايه ودي تتحسب ايه انت اللي بتديني معيارك في احتساب المخالفه فانا في البدايه جايب مقارنه بين لعبتين اللعبتين لعبه اتحسبت لحسين الشحات مخالفه واللعبه الثانيه ما اتحسبتش مخالفه عشان بس نوريك ان الحكم النهارده معاييره في اختلاف في احتساب المخالفات كان معيار ما كانش مظبوط عايزين كمان الهدف كمان في الدقيقه 5 صعب مهمه الحكم كابتن ايمن دايما النهارده هو بيلعب خارج الملعب جمهور وملعب وكمان الهدف جه صعب مهمه الحكم في المباراه وبالتالي شفنا بعض الحالات المهمه جدا جدا النهارده للاسف هو لم يحسن فيها التقدير ايضا شفنا النهارده كان الفار في حاله من الحالات المهمه كان يجب التدخل فيها ولم يتدخل فيها خلينا نروح بقى للحالات ونشوف كابتن ايمن انا جايب اول حاله لحسين الشحات مخالفه هو احتسبها هنا شوف الايد هنا كابتن اسامه هنا الايد واضحه وهنا احتسب المخالفه فعلا لحسين الشحات مخالفه للمسك ومفيش مشكله ده معيارك في احتساب المخالفات خلاص ماشي بس لحظه واحده ممكن نجيبها تاني بعد اذنك يا كابتن نجيب اللعبه بصوره تاني ماشي. ماشي حاضر في احيان كتير حكام ما بيحسبوش الكره دي انا جاي نقطه مهمه جدا انا عامل مقارنه ليه انا بقول لك احنا بنجيب المقارنه هنا يا بلال حسب خلاص مزبوط. انت اديتنا معيارك في حساب المخالفه يا كابتن عادل صح تعالى يبقى اللي زيها لازم تتحسب ده مش زيها ده الاصعب منها ايوه تعال روح للعبه الثانيه ماشي اللي هي اعتقد هنا ادي واحده مودست ايده ورا هنا مودست ادي ايد هنا ورا انا جايب ثلاث لقطات يا كابتن شريف شوف اللقطه الثانيه ادي الثانيه ايوه ثلاث مخالفات بيرتكبها اللاعب رقم 20 وادي الثالثه لعبه واحده جديد يمكن يكون مودست يعني ايه حاول يمثل فيها شويه ولكن انا كحكم كابتن بلال ماليش علاقه هنا المخالفه موجوده والشد موجود كان يجب احتساب المخالفه هو ما حسبش هقول لك ليه ما حسبش بس الفار لازم يجيبه هقول لك ليه ما حسبش الاول بس خلينا نروح للحكم يا كابتن عادل دايما قلنا عندما تفتقد التمركز الصحيح تفتقد كل حاجه هو كان بعيد ما شافش المسك خلى اللعبه تواصل هنا بقى يجي دور الحكم الفار يا بلال واحده اللي بنقوله كان يجب على تدخل الفار شايف النهارده الفار حرم النادي الاهلي من ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لمودست تقريبا في الدقيقه 21 دي حاله من الحالات المهمه نشوف بعد كده الحكم مش ازاي يا كابتن ايمن هل هذا معقول هنا المساعد في لعبه ديت هو قدام اللعبه على فكره مصارعه قدام اللعبه وراحت هجمه على النادي الاهلي خلي بالك انا معايا صوره انا ما بقلفش
هنا في مخالفه واضحه والايد هنا في وش علي معلول لم تحتسب ايضا مخالفه لصالح علي معلول. نروح للحاله اللي بعد كده. هنا اللعبه اللي احنا بنتكلم عليها كابتن عادل كابتن بلال. هنا طاهر محمد طاهر لعب الكره فعلا، نجح في لعب الكره. وبالتالي هنا لو قلنا ان هنا المخالفه تمت على الخط، الخط من ضمن الخطوط المحيطه بيها. مظبوط. الخط ده يا كابتن بلال من ضمن الخطوط المحيطه بيها، يعني ايه؟ الخط دوت لو المخالفه ارتكبت على الخط تتحسب المخالفه من داخل المنطقه. بس هو رجله على الخط ولا خارج الخط كده؟ انا هتكلم بس انا بس ماشي. بوضح يا كابتن اللعبه لو كانت على الخط ماشي، يبقى هنا كان يجب تدخل الفار. هو هنا الفار ما دخلش ليه يا كابتن؟ عشان الكره بره. لان هنا المخالفه تمت من خارج منطقه الجزاء. مظبوط. وبالتالي هنا كان هنا دور الحكم المساعد لازم يتدخل بالقرار، لان الحكم في الوقت ده كابتن لو جبنا المباراه كابتن بلال تقريبا بعد نص الملعب مش موجود. ولكن حاله من الحالات المهمه، تخيل ان هذه الحاله لو كانت على خط ركله الجزاء ولو كان الفار مش موجود كانت بقت مشكله. ده من ضمن احتساب المخالفات ومعيار احتساب المخالفات للحكم يا كابتن شريف. دي حاله من الحالات المهمه، اولا فيها مخالفه وكان فيها بطاقه صفراء، الحكم لم يحتسب المخالفه وخلى المساعد الاول وحش جدا، حتى قراراته كمان متاخره، حتى الاشارات بتاعته متاخره. يعني مثلا كورنر يستنى لما الحكم هو اللي يدي الاول، رمي التماس يستنى لما الحكم يدي هو الاول، يعني مش صاحب قرار. اه بالظبط كابتن بلال كلامك اكيد كان في تردد منه قوي قوي قوي، واللي عمل التردد المساعد عارف مين؟ الحكم. ليه؟ دايما في القرانه كابتن بلال انا بقول للحكم المساعد قرانك اللي هي فيها تاتش او فيها شك انا بطلع بصفارتي بسرعه بساعد الحكم فيها. الحكم ما كانش بيدي القرار، وبالتالي هو خايف يدي قرار ركنيه الحكم يدي ركله مرمى، فكان في تردد من الاثنين خاصه في احتساب المخالفات اللي هي بتبقى ركنيه او رميه تماس. ولكن هذه المخالفه احنا بنقول ايه؟ كان يجب عليه التعاون مع حكم المباراه فيها. هنا رضا سليم والوقت ده هو جاي من مسافه كابتن بلال رايح تماما، وهنا لما بنيجي نتكلم على الدفع والدفع هنا بالايد، لا مش بالايد، ده بالايدين الاثنين يا كابتن عادل، المخالفه واضحه جدا كان يجب احتساب المخالفه واشهار البطاقه. هو طبعا هو خلى اللعب يتواصل، اخطاء كتيره جدا زي ما قلنا، يمكن بستاو في اول شوط ومحمد هاني برضه يعني في حالات كتيره جدا انا زي ما قلت كده، يعني هو تاثر، وانا بقول هو تاثر بعامل الارض والجمهور وبالهدف اللي النادي الاهلي جابه بدري، ده عمل عليه ضغوط كابتن ايمن على فكره، ان هو قال لك بقى الاهلي كسبان 1-0 بره الملعب، فايه خلي اللعب يتواصل. لكن هنا دي مخالفات يعني حقيقي لازم كان يجب احتسابها وكان يجب تدخل الفار. نيجي نشوف هنا الحاله اللي جايه، يمكن دي اخر حاجه هنتكلم على القراءه والتمركز. وهنا السؤال كابتن عادل، وانت كنت مدرب وانا النهارده كحكم، انا ايه اللي جبني في المنطقه دي؟ سؤال وحش طبعا، جاري غلط يعني، انا حتى كمان قراءته للعبه كابتن ايمن، توقعه للعب مش موجود هنا، مفيش تركيز في اللعب، وبالتالي هنا حط نفسه في هجمه كانت رايحه لصالح سيمبا، لو هو مش موجود النهارده كان اللاعب ده كان استلم وكان راح، كانت بقت هجمه. هو هنا الكره اتصدمت بيه، وبالتالي هنضطر ان هو يوقف المباراه ويعمل الاسقاط. دي حاجات الحكم بيتحاسب عليها فكره في المباراه. بشكل عام زي ما قلنا نتيجه مباراه كابتن اسامه عدت الامور، ركله جزاء موجوده ولكن لم تؤثر في نتيجه المباراه. تاني بنقول اتمنى ان التحكيم في الفتره اللي جايه التوفيق طبعا ليه، ولكن حالات كان لابد تدخل الفار فيها النهارده كابتن ايمن. مبروك للنادي الاهلي ان شاء الله، ومبارك له في المباراه القادمه. شكرا جزيلا كابتن نصر، شرفتنا ونورتنا. اشكرك كابتن. طيب كابتن شريف، الماتش الجاي يوم الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله، مباراه العوده ان شاء الله او مباراه الاياب على ملعب النادي الاهلي استاد القاهره ان شاء الله. النادي الاهلي كسبان مباراه الذهاب 1-0، لو انت مكان مستر كولر تبتدي التشكيل ازاي؟ زي التشكيل اللي لعب بيه امتى؟ النهارده من بدايه الماتش؟ ايوه طبعا، بس هنشيل بيرستا ونحط رضا سليم. يبدا برضا سليم وقفشة. طب نص الملعب؟ قفشة في وسط الملعب ضروري جدا. مكان؟ هيبقى اعتقد سولية على حساب السولية اعتقد، ويلعب جنبه مروان وكوكا. حته بقى مودست وكهربا دي بتاعته هو يعني. لا انت بقول حضرتك، لو حضرتك مكانه. لو انا مكانه هلعب بكهربا طبعا. تبدا بكهربا ومودست معايا يعني.
تبقى في نتيجه كبيره باذن الله وكويسه في اول شوط والكلام ده، بيبقى له هو حريه التفكير وحريه التدوير جوه الملعب. انا مش عايز بس عشان انت جاي كنت اثرت معايا موضوع ان انا بتكلم على لاعب واحد معين زي مودست مثلا بقول هو اللي مأخرني، لا هي مش كده، هي بتبقى كومبينه كلها او هارموني واحد مع يعني ممكن هو ينجح. فاهم قصدي ايه مع حسين الشحات ورضا سليم؟ فاهم قصدي، فهمت انا قصدي ايه؟ يقدروا يعملوا له احنا على طول اتكلمنا قبل كده ان ممكن تعمل له امدادات من ناحيه اليمين زي الكره اللي عادل قال عليها بتاعت هاني لو راحت له جول، وبتاعت علي معلول لو راحت له جول. كويس، في هارموني بيبقى موجود بيساعد. انا مش بتكلم على ان هو لا، ما هو كان لعيب كبير قبل كده، يمكن جالنا متاخر وكده وما اعرفش ايه، انما في ميكانيزم وفي واحد زي قفشه لما بيبقى موجود لمودس ده يقدر يوديه كل شويه زي ما ودى كهربا. فهمتني؟ لازم انت نوعيه اللعيبه اللي بتلعب بيها تساعد بعض، تشيل عن عاتق الديفنس بتاعك. الكره الثانيه لما الديفنس بتاعك في مصر ان شاء الله هيبقى موجود في نص ملعبك، الديفنس بتاعك يعني هيبقى في ظهر الديفندر بتوعك او في ظهر وسط ملعبك، وسط ملعبك هيبقى الديفنس بتاعك معاك والاطراف بتاعتك طايره. فلازم يبقى عندك كواليتي فينيشنج، يقدر يحافظ على كورته ناحيه اليمين وهو بيعدي، يقدر على ناحيه الشمال وهو موجود حسين الشحات وعلي معلول تبقى فيه اللغه الكبيره اللي احنا بنشوفها في مصر هنا وبنشوفها في الكاميرات الكبيره، وحسين الشحات يكون راجع كان من اصابه دخل انفورم وفتح نفس وكان، وبعد اسبوع الدنيا كلها هتتغير. كل ده طبعا انا بشوفه كمشاهد وكمحلل. كويس، فخلينا نتفق ان احنا عايزين رضا سليم لو ما كانش في حاجه حصلت في كتفه يبتدي مكان بيرستاو شويه، وبيرستاو معايا ممكن يبقى موجود، انما رضا سليم الحقيقه افكتيف جامد جدا، يلعب ناحيه اليمين بتاع عدلته وتبدا بحسين الشحات وكهربا. اعتقد دول الشكل اللي احنا نهينا بيه، ده التشكيل الامثل من وجهه نظر. ده يعني ده لعيبه كويس، هو عنده رؤيه تانية او ايه اللي هيحصل لغايه الاسبوع الجاي؟ لا انا مش في ايدي، مش في الملعب. تمام، طيب كابتن اسام انت عايز ايه؟ اقول لك التشكيل الامثل من وجهه نظرك نادي الاهلي للماتش اللي جاي. اصل انت كسبان 1-0 ان شاء كويس. الله يعني هتساعدك كويس. بس انا بتكلم قبل التشكيل، انا قلت لك على الاسلوب اللعب. اسلوب اللعب اللي هو تضغط من الاول زي لازم، كابتن شريف، لانهم عندهم اخطاء كتيره في الخط الخلفي. حتى لو عندهم خطوره قدام ده وارد في كره القدم، لكن انت اللي لازم تبقى الفعل في استاد القاهره او في ملعبك هنا. هو هيلعب ازاي؟ هو انا ما اعرفش، ممكن اصله الفكرتين. لا ممكن يجازف، ما انا بقول لك اصل ده انا مش هخش جوه دماغ المدير الفني. الفكرتين موجودين، ان انا الاول ابقى متحفظ والعب على سرعات اللعيبه اللي عندي قدام، وخاصه النمره 38 اللي كان بيلعب ناحيه علي معلول اسمه كيبو تقريبا، وده احسنهم دينيس كيبو. والعب على ضربات ثابته والعب على فاولات وكده، دي فكره. والفكره الثانيه اللي هو ان انا العب مهاجم وضاغط عادي ومجازف، وزي ما تيجي انا خسران. هو في فالمدربين افكار، مش هقدر انا اقول هو بالظبط عايز يلعب ايه. ممكن ياخد الفكره دي ويتبناها، اللي هي ان انا ابقى مقفل خطوطي والعب على هجمات مرتده، وممكن يلعب بالفكره الثانيه ان انا هجازف من الاول وانا مغلوب واحاول اجاري النادي الاهلي، ودي انا شايف انها تبقى اضر لي، انا اتمنى يعملها يعني. فلكن انت لازم تلعب باسلوبك عادي، باسلوبك وتضغط وتلعب وسط جمهورك وكسبان 1-0 وتضغط. ال- 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 الفرقه اللي ابتدت ما فيهاش مشكله، انا شايف بس انه كهربا يلعب مكان مودست. يعني حتى لو بيرسي تاو لسه مش في احسن حالاته، حتى لو ابتدى، رغم ان انا مع الكابتن شريف ان رضا سليم لعيب لسه احنا ما استفدناش من امكانياته كلها. هو حظه وحش جدا لما جاله الاصابه في الترقوه دي ولا الترقوه، عطلته شويه، لكن هو لعيب مميز جدا، سريع. كل ما بينزل حتى لو ربع ساعه بمؤثر، فممكن يبتدي من البدايه. ولكن حتى لو ابتدى بالتشكيل ده كله، هو بس انا شايف ان كهربا يبقى مكان مودست، وبعد كده يبقى ممكن تستعمل قفشه، ممكن تستعمل رضا سليم، و يعني بقيه اللعيبه زي ما هي، يعني مفيش مشكله خالص. كابتن عادل، يعني احنا بنتكلم على الشوط الاولاني خلص. الشوط الثاني لو من وجهه نظري العب، انا العب 4-2-3-1 في مصر هنا، العب بكوكا مع مروان عطيه، والعب بقفشه قدامهم، والعب برضا سليم ناحيه اليمين، وحسين الشحات ناحيه الشمال، وكهربا في الراس حرب.
يعني انا يعني انا لو انا اللي هحط التشكيله هحطه بالشكل ده بس. كابتن بلال بعد الخناقه دي كلها بعد الخناقه بتاعت كابتن شريف يشجيني لا والله يا كابتن في لحظات او سوري او اوقات بتبقى بتفكر بفكر معين في التوقيت ده تمام لكن ده مش يسري على كل الماتشات او مش ده يبقى الستاندرد بتاع فاهم قصدي ده نتيجه ظروف معينه ده اللي ظرف معين لفكره معينه لوقت معين لماتش بره ملعبك لظروف اجواء مختلفه الموضوع بقى مختلف شويه يعني فالنهارده لا انا النهارده هلعب جوه مصر زي ما قلت هلعب بالانس هلعب بشكل متوازن انا بلعب بقى كورتي بتاعه النادي الاهلي مش خلاص انا مش رد فعل مش هلعب بثلاثه فلات في نص ملعب ثلاثة ميد فيلدرز يعني المهام الرئيسية بتاعتهم يبقى 2 6 1 8 لا انا العب عادي الطريقة الطبيعية 4 2 3 1 يبقى عندي بلاي ميكر بلعب بشتغل بيه بشكل كويس تمام عندي راس حربة عندي 2 وينجرز انت عايز تعرف الاسماء مين يعني اللي هتلعب هم الرباعي الخلفي زي ما هو الخلفي طبعا تلعب يعني احنا بين سوليه وكوكا دلوقتي بص السوليه بوجهه نظري خبراته اكتر يعني في الماتشات الافريقيه فيلعب السوليه ويلعب جنبه مروان ويلعب جنبه مجدي قفشه ويلعب طرفين الملعب يعني نختلف او نتفق كده على كده كمان هتغير اسلوب اللعب طريقه اللعب هتتغير كده المبلغ هنلعب بتوازن النهارده كنا بنلعب يا جماعه لازم ما ننساش النهارده كنا بنلعب دفاعي مظبوط تمام فالمباراه اللي جايه تلعب بقفشه في نص ملعب تلعب انا مع كابتن شريف تلعب رضا سليم ناحيه اليمين تلعب بالشحات ناحيه الشمال وتلعب بكهرباء قدام ويبقى ده تشكيل من وجهه نظر الشخصيه عندك سرعات عندك لعيب عندها امكانيات ومهارات عاليه صح وانت نجم مباراه اليوم انت يلا نفس الكلام نجم مباراه اليوم الكابتن نجم مباراه اليوم مصطفى شوبير كابتن اسامه عرب النهارده مصطفى شوبير بوضوح يعني في ناس عجبوني زي قلت لك هاني وكوكا مروان عطيه رامي في ناس ادت بشكل كويس بس مصطفى شوبير النهارده بوضوح نجم المباراه كابتن عادل مصطفى شوبير واضح انه ما شاء الله جول كبير يعني كابتن بلال طبعا اتفق مع الكباتن شوبير النهارده يعني هو اللي راح بالمباراه مصطفى شوبير طبعا هو اللي راح بالماتش 1-0 طبعا بس انت قلت شوبير هو شوبير لا مصطفى ده امتداد للكابتن عايز اقول لك حاجه يا بلال طلع واحده طلع شوطه اوف لا عارف يا كابتن اصعب واحده اللي الواد عمال يكعبه دي بتاعت مكسوني لا اصعب بتاعت مكسوني الاخير ما جبتهاش ده مطلع ثلاثه مطلع ثلاثه انا اقول لشوبير ان انت بتقول مصطفى بيقف احسن مني اقول لك انا معاكم فعلا نجم مباراه اليوم هو مصطفى شوبير بكده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه مباراه الذهاب في دور الثمانيه لبطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري بين النادي الاهلي وسيمبا التنزانيا والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 ووضع قدم في دور الاربعه ان شاء الله والانتظار لحسم الامور ان شاء الله في مباراه الاياب على استاد القاهره يوم الجمعه القادم بمشيئه الله لتاكيد الفوز والصعود للدور قبل النهائي ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة وبالتوفيق المباراة القادمة إن شاء الله. هنروح لمؤتمر مستر كولر ولكن بعد ما أشكر نجومنا الكبار شكرا كابتن شريف شرفتنا. بشكرك وبشكر كابتن ومبروك وقبالي من الجمعة إن شاء الله. يا رب إن شاء الله كابتن عادل شكرا كابتن. مبروك كابتن ولسه الأمر ما اتحسمش يا كابتن والله لسه إيه. كابتن أسامة عرب شكرا كابتن شرفتنا. إذا عادل مبروك لكل جماهيرنا وكل من ينتمي للنادي الاهلي وان شاء الله لازم تركيز في ماتش العوده عشان اغير عن عادي شكرا يا كابتن بلال شرفتنا يا كابتن والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وتصبحون على الف خير ونروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه herzlich auf bescheidig wir sind natürlich sehr froh dass wir das spiel gewinnen konnten aber mit den ganzen Umständen, auch unsere Nationalspieler noch Länderspiel gehabt am 25. Dann mit der Reise, mitten in der Nacht, keine Erholung. Und von daher war das natürlich heute super, dass wir das gewinnen konnten. Wir wissen aber auch, dass wir im Rückspiel noch schwierige 90 Minuten vor uns haben. Und deshalb gilt die Konzentration aufs Rückspiel. We are very happy for the win today, of course. We knew before the game it's going to be a tough game, and it was a tough game, especially with the circumstances around the game.
with the weather, with our national players who came, who played on the 26th of March, and then to fly directly after the national team game. There was no enough time to recover after this game. It was the circumstances were very difficult. Although we are very happy that we played a tough game, we played very good. We are very happy for this win, but we know it's going to be a back game than in Cairo. It's going to be difficult, and that's why we must be full concentrated for now on till the game in Cairo. We'll translate in Arabic, please. احنا كنا عارفين قبل المباراه انها هتبقى مباراه صعبه وده اتاكد النهارده ان المباراه كانت صعبه جدا وصعوبتها كانت بسبب اكتر قوه المنافس لكن كمان بالظروف المحيطه بيها من اللعيبه الدوليه اللي لعبت ماتش لغايه اخر دقيقه بيجي لك في المطار ويطلع بعد الماتش على طول بتاخد الطياره بالليل وتيجي على تنزانيا من غير اي وقت للراحه من غير بيلعبوا 48 ساعه بيلعبوا ماتشين صعبين جدا الجو والرطوبه الصعبه كل الظروف دي كانت بتلعب ضدك لكن احنا الحمد لله عملنا ماتش قوي جدا عملنا ماتش كبير رغم الصعوبات دي قدرنا ان احنا نفوز بالمباراه لكن احنا لسه ما تاهلناش عندنا مباراه العوده تبقى مباراه يمكن اكثر صعوبه الاسبوع القادم ولازم نكون مركزين من دلوقتي ومستعدين كويس جدا لماتش العوده. Questions. Introduce yourself and your media house. Microphone. I'm Shabir Daniel from Tani TV. Coach Marcel Kola, you have scored an away goal, a clean sheet away. How confident are you going for the second leg match in Egypt, Cairo? Wir haben dann ein Auswärtstor geschossen. Wir werden sie mit dem Spiel zu Hause umgehen. Ja, wir freuen uns jetzt zuerst mal über den Sieg und dann werde ich mir in den nächsten Tagen Gedanken machen, wie wir das Heimspiel dann angehen werden. Ich glaube, dass es wahrscheinlich auch ein anderes Spiel geben wird. Dementsprechend ist für uns wichtig, dass wir die Konzentration hochhalten und nicht denken, dass das Spiel schon gelaufen ist. We must enjoy today the win that we won today. But I'm going to take a couple of days to make thoughts about the game in Cairo. It's going to be a completely different game. I must think about it, how we're going to play this game. Especially, it's going to be a very tough game and we didn't qualify. And we know this and we have to be full concentrated from this moment till the game in Cairo. Another question? Microphone? Thank you. And congratulations, coach, for the win. My name is... Can I translate it in Arabic first and then can ask the question. كان السؤال كان بالنسبه لي ان انت جبت احنا الاهلي احرز هدف بره مرماه فازاي هيتعامل مع مباراه العوده فالكوتش قال احنا النهارده هنبسط بالمكسب ده ونسعد بيه لكن على طول هنبدا ان احنا نستعد لمباراه العوده هبدا اعمل افكار للفتره الجايه هنلعب ماتش ازاي العوده ماتش العوده هيبقى مختلف تماما عن الماتش بتاع النهارده ومحتاج مننا تركيز اكتر كمان ماتش النهارده عشان نقدر نتأهل احنا لسه ما تأهلناش وعملنا خطوه كويسه لكن احنا لسه قدامنا طريق صعب في مباراه العوده. Question. Thank you. My name is Mindanda from Efata Television. I would like to ask you two questions if possible. The first one is we saw Karl Haber coming as a substitute as you have a lot of injuries. Emma Mashu was not there but also key players like Mohamed El Shenawy, he was not there, but you still kept El Shahati on the bench. What was the plan? Wir haben dann Kharaba reingelassen. Wir hatten dann viele Spieler ja vermisst dieses Spiel, wichtige Schlüsselspieler wie Imam und Shenawy. Sie haben dann aber Shahat spielen lassen. Wie war Ihr Plan dann heute im Spiel oder Ihr Ziel? Ja, es ist so, dass wir den einen oder anderen verletzten Spieler haben. Und, aber das ist natürlich immer so, das ist über das ganze Jahr verteilt sich das. Und dementsprechend muss man auch gewappnet sein. Also müssen die Spieler, die vielleicht nicht immer spielen, die nicht immer spielen, die müssen auch bereit sein und brauchen auch Spieleinsätze. Und ich glaube, dass wir das gut aufteilen, dass wir das gut handeln.
Und dementsprechend ja, sind wir froh, dass dann, wenn der eine verletzt ist, der andere kommt und auch ein gutes Spiel machen kann. It's very important for us that all the players are prepared for the game and fit for the game. We know that injuries is a part of football, and through the year you have injuries, and that's why I think we are managed very good to have all the players fit for all the games, and every player get some minutes, he is playing well, as good as the players who was starting, and we are trying that to get all the players ready for every game. سؤال كان عن الإصابات اللي في النادي الأهلي. كان في إصابات لعيبة مهمة جدا زي غياب كابتن الشناوي وغياب إمام عاشور. هو ما لعبش كهربا من بداية المباراة وكان بادئ بحسين. إيه خطتك وإزاي بتتعامل مع ده؟ فالراجل كان بيقول الإصابات جزء من كرة القدم وفي حاجات منها بتبقى قدرية وإحنا لازم نتعامل معاها. إحنا بنحاول طول الوقت بحاول أجهز كل القائمة كل اللعيبة الموجودة بحاول إن أنا أجهزها بحيث إن كل لاعب يشارك في أي وقت يكون جاهز وبيأدي وأعتقد إن إحنا بنعمل ده بشكل جيد إن كل اللعيبة تكون حاضرة وجاهزة وأي لعيب بيشارك في أي عدد من الدقايق بيكون جاهز ومستعد وبيأدي زي زمايله بالظبط. Another question. Microphone. Thank you. I'm Nazare Tupete from Tanzania Broadcasting Corporation. I've been amazed with a substitution of holding midfielder Marwan Atiyah and Mohamed Elsha took a place, and we know Mohamed Elsha is an attacking midfielder. What was the target of the substitution? Thank you. Wir haben dann Marwan dann rausgeholt und Afsha reingebracht. Und Afsha ist eher dann ein Offensivspieler im Gegensatz zu Marwan. Ja, wollten Sie in diesem Moment vom Spiel dann mehr offensiv spielen? Nein. Es war so, dass wir natürlich dann die Positionen getauscht haben, dass wir dann mit zwei Sechsern gespielt haben und Afsha auf 10. Und ja, und Afsha hat das dann auch am Schluss bei einer Aktion auch hervorragend gemacht, dass er konsequent defensiv zurückgelaufen ist und dann diesen Ball noch gerettet hat für einen Eckball. Und das war eine hervorragende Aktion von ihm. No, also we changed our strategy a little bit. We played with double six and with Afsha on 10 with defensive goals. And I think Afsha have done it well in two sequences. There was a sequence when he went back and they've done a very good defensive job and rescued a goal or a great chance from Simba. So now we wanted to change our strategy. كان السؤال على تغيير مروان عطية بأفشة. هل هو أفشة معروف عنه أنه هو لعيب هجومي أكتر من مروان؟ هل كان طمع في المباراة أو كان بيفكر في تغيير هجومي أكتر؟ لا، إحنا غيرنا طريقة اللعب. إحنا بعد ما نزل أفشة إحنا لعبنا ب2-6 ولعبنا بأفشة في مركز 10 وبواجبات دفاعية وهجومية وعشان نمسك كورة. وأفشة كمان بواجبات دفاعية أداها كويس، كان في لقطتين منهم واحدة رجع فيها وعمل اللي أنا طلبته منه بالظبط وقفل على تمريرة أمامية مهمة جدا منعت هدف خطير جدا أو فرصة خطيرة جدا لسيمبا. فده ردي على موضوع تغيير مروان وأفشة. Another question. Adi Bak. The last question or another question? Yes. Yeah. One more. After this, one more question. Yeah. And then you go. Relax. Ask your question. Coach, despite of victory today, but in two lines there are a lot of mistakes. In defensive line, do a lot of mistakes, but in attacking line does not create any chance, more chance. What's the problem today? The mistakes that in our defense and our unser Defensive hat ganz so viele Fehler gemacht und unser Offensive hat keine Chancen kreiert. Aber wir haben 1-0 gewonnen. But we won 1-0. 1-0. هو السؤال كان بيقول هو الدفاع بتاعكم عمل اخطاء كتير والهجوم ما خلقش فرص كتير، فرد الكوتش بس احنا كسبنا 1-0. Last question. Last question. Last question. I would like to hear coach saying something about Al-Ahli fans who traveled from Egypt all the way to Tanzania. How do you say about their support today against a full-packed Benjamin Stadium?
Was sagen Sie dann zu den Ali-Fans, die überall dann immer mit reisen, die kommen hier auch in Tansania. Sie haben dann sogar dann vor die ganze Vollstadion von Simba, waren Sie dabei. Was sagen Sie dazu, die beiden Fans? Ja, wir freuen uns natürlich jedes Mal, wenn wir überall, wo wir spielen, dass da Ali-Fans mit dabei sind. Ich glaube, wir waren heute ein bisschen in der Unterzahl. Aber trotzdem freuen wir uns und ich möchte mich bedanken, dass Sie zum Spiel gekommen sind, natürlich auch für die moralische Unterstützung und hoffe, dass wir dann im Rückspiel auch ein volles Stadion hinkriegen und unsere Fans und dann auch so unterstützen wie hier die Fans von Zimmer. I'm very thankful for our fans who are supporting us in every country we travel to. Today they were not the same like Simba's fans, they were a little bit more than our fans, but I'm very thankful for them, for their support everywhere. And I hope that in Cairo we are getting a full stadium and that we are going to getting then the full support of our fans than in Cairo. كان رسالة لجمهور النادي الأهلي اللي دايما موجود في كل أماكن في العالم. ما فيش بلد رحناها, الراجل بيقول ما فيش بلد رحناها غير جمهور الأهلي كان موجود. النهارده كان عددهم اقل شويه من جمهور سيمبا, لكن كانوا بيدعمونا ودعمهم دايما بيفرق معانا كتير مهما كان عددهم. لكن بتمنى سعيد بوجودهم دايما معانا, وبتمنى ان احنا في استاد القاهره يكون الاستاد يتقفل على الاخر ان شاء الله, ويكون الاستاد مليان عشان نحصل على المساعده المطلوبه من الجمهور, لان الجمهور بالنسبه لنا مهم جدا واللاعب رقم واحد, واحنا مستنيينه في استاد القاهره ان شاء الله. Thank you coach and all.